صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا جمانة، وصباح الفل على حركه كلكم. احنا دلوقتي كلنا داخلين على موسم امتحانات اخر السنه، حاله الطوارئ اللي بنعرفها وبنشوفها في كل البيوت بدات بالفعل. كل البيوت المصريه بتحاول ان هي توفر الاجواء المناسبه للمذاكره لابنائها، توفر كل العوامل اللي ممكن تساعد الطالب ان هو يركز، توفر الهدوء اللي يقدر بيه يلم المواد والدروس والشتات قبل دخول هذا الموسم. اهم حاجه بقى في الوقت ده يا مصطفى ما يكونش فيه قلق وتوتر على الفاضي، لسه قدامنا وقت كفايه يقدر الطالب يذاكر فيه الدروس اللي فايتاه، يقدر ياكد فيها المعلومات اللي هو عارفها، ويقدر كمان يستوعب معلومات جديده. اما بقى بالنسبه لاولياء الامور والاسره فعليها دور مهم جدا في انها تحاول تقلل شويه من فكره الضغط اللي بيكون موجود على الطلاب اللي هيمتحنوا، لانه مفيش تركيز ولا تحصيل ولا مذاكره مع الضغط والتوتر وفكره المقارنات يا مصطفى والمعسكر اللي بيتعمل في البيت، وتحسس ان الطالب يعني ان هو مش داخل يمتحن، ده داخل يحارب. ليه؟ يعني هو في الأول في الآخر لازم يكون هو نفسه مستعد نفسياً عشان يقدر يستوعب المعلومات من غير ضغط، إما هيبقى استيعابه بسيط جداً. ده حقيقي جداً، متفق معاكي، ويمكن إحنا أجيال مرينا بالحالة دي من حالات الضغط، عشان كده بننصح بيها الأجيال الجديدة إنها ما تحصلش. كل المطلوب من الطالب في الحقيقة إن هو يجتهد، إن هو يحاول يستوعب الدروس، إن هو يحاول يفهمها بشكل كويس، عشان زي ما حضراتكم عارفين أسئلة الامتحانات بقت بتعتمد أكتر على الفهم، على استيعاب الدروس، ما بقتش زي زمان أسئلة من نوعية اكتب ما تعرفه عن. الأسئلة بقى معظمها اختيارات من متعدد. الأسئلة دي أو نوعية الأسئلة دي محتاجة منك إنك تكون فاهم المادة كويس جدا مش حافظها، لأن أنت لو حاولت يعني تتفزلك هتروح في داهية. عارف أسئلة اكتب ما تعرفه عنه، تحس إنه بيتحداك يعني. طبعا وريني أنت هتعرف إيه. فعلا كانت نوعية الأسئلة دي كانت صعبة جدا. أيوه. وكانت موترة جدا، ودايما بتحس إن في حاجة ناقصة طول الوقت. وبالنسبة كمان لفكرة المذاكرة يا مصطفى، كل بيت مصري ليه كده معسكر زي ما بنقول. أيوه. وقت الامتحانات ده حقيقي. ومع إن أنا بابا كان الله يرحمه كان عنده يعني طريقه كده كانت لطيفه جدا، وانا كنت مستغربه يعني. في وقت الامتحانات ماما تبقى مشدوده جدا جدا جدا، وهو ياخدك يخرجك اخر مثلا في الويك اند ولا اي حاجه خالص. فبقول له طب يعني ماما كانت تقول له طب ليه كده، يقول لها ما هي بسيطه، هي عندها دروس طول السنه بالظبط، فالدروس دي هي لازم تذاكرها طول السنه، فهنيجي اخر السنه هتبقى هي ملمه الحاجات اللي عندها. فالموضوع بسيط وهادي، مش لازم وقت الامتحانات ده الضغط الرهيب. أيوه. وفكره المقارنات وشوف ابن خالتك عمل ايه، وبنطنط عفاف جارتنا في الدور الخامس عمل ايه، ملناش دعوه يا جماعه. كل طالب ليه قدره استيعابيه وليه مهارات فرديه بتاعته. صحيح. بس طبعا اهم حاجه انا كده برضو مش عشان الطلاب ما يطلعوش يقولوا بص هو احنا بنشجع على لا، ما ده معناه ان انتوا تذاكروا برضو. يعني لازم لا، هو الفهم اهم حاجه. يعني هو ربنا بيحبهم عشان ما دخلهمش نوعيه الاسئله اللي احنا زي ما انت قلت كده اكتب ما تعرفه عن. احنا كان عندنا المشكله الحفظ اكتر. دي حقيقه. تلقين احفظ 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 وخش قول كل اللي قلته، بعد ما تخلص الامتحانات تنسى كل حاجه. طبعا دي مصيبه، وده يعني سبب ازمات متعدده، ان احنا فهمنا التعليم غلط. احنا جيلنا فهم التعليم غلط. التعليم فهم طبعا بالراحه، مش الموضوع مش عافيه.
فاعتقد الاجيال دي او الاجيال الجديده ربنا بيحبها، يعني ما بقاش عندها الموضوع ده. يا ريت تستغل الموضوع ده، يعني هم عندهم فرصه ذهبيه. الامتحانات عندكم في البيت كانت ايه؟ ده يا نهار ابيض والله العظيم كان معسكر، كان التليفون يتشال محدش يتكلم خالص، مفيش التليفون محدش يتكلم. قد قرايبنا احنا عندنا ثانويه عامه مثلا محدش يزورنا اخر شهر ده، محدش يزورنا. اه والله العظيم اكلم بجد قسما بالله ما بهزر، تصحى تذاكر تنام تذاكر، فكنا بنهرب من الكلام ده، احنا بنذاكر بالليل. اه دي حقيقة. لا بس احنا كنا بنذاكر الضغط العصبي لا 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 كان ضغط عصبي. احنا ذاكرنا واحنا كنا اجيال الحمد لله يعني مقدره المسؤوليه وبتفهم، بس احنا كان عندنا فعلا مشكله التلقين دي. احفظ 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 يا جماعه، الموضوع مش كده، انت لو فهمت الموضوع خلاص الموضوع مش 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 محتاج عافيه يعني. فاعتقد ان دي ميزه عند طلاب النهارده، ما عندهمش الضغط النفسي اللي كان عند الاجيال اللي قبلهم، استغلوا بقى الميزه دي يعني، ربنا اداكم ميزه حلوه. او اعتقد كمان ان احنا تخطينا فكره كليات القمه الحمد لله عديناها. بالظبط كمان هنعمل يعني اكتر من كده تعليم وتعلم اه والله على اي حال النهارده عندنا فقره مهمه للطلاب، ازاي يستقبلوا امتحانات اخر السنه باكبر قدر ممكن من المعلومات والاريحيه النفسيه والفهم والتحصيل، وازاي يقدر يلم المواد في الايام اللي جايه قبل بدء الامتحانات بشكل كده سهل وبسيط. وكمان هنعرف اولياء الامور ازاي يقدروا يتعاملوا مع اولادهم قبل ايام الامتحانات. كل ده هنعرفه مع حضراتكم خلال حلقتنا النهارده، لكن دلوقتي بنصبح عليكم مره تانية. صباح الخير والسعاده عليكم. صباح الخير يا مصر. نصبح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا جومانا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هالة. حر ولا حر النهارده؟ مع يعني انا اسفه ان انا اللي هقوله ده، بس حر وتراب يعني الاثنين النهارده. درجه الحراره النهارده مرتفعه جدا، درجه الحراره النهارده هتوصل 36، وطبعا يعني هيبقى معانا نشره مفصله عن احوال الطقس، بس في كمان تراب، ف يعني هندي بقى اصحاب الجيوب الانفيه والحساسيه يخلوا بالهم يخلوا بالهم يخلوا بالهم. على العموم هنبدا مع حضراتكم الاول جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. طبعا دلوقتي الناس بدات تنزل، وهنبدا جولتنا من القاهره تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، كمان ظهرت سيوله مروريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعه وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركه السيارات وصولا للمعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات الى منطقه وسط البلد بيشهد حاليا كثافات مروريه متحركه، نفس الامر في الاتجاه المعاكس. لو رحنا الجيزه في سيوله مروريه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو للمتجه لميدان لبنان. عند شارع السودان قدام محطه مترو الجامعه ظهرت كثافات مرتفعه للقادم من كوبري فيصل الى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزه فيها سيوله مروريه ما عدا الشوارع المغلقه بسبب بعض أعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية ففيه سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. نروح لمحافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام مجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما قلنا النهاردة في ارتفاع كده ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة، بقيم بتتراوح من 5 لـ6 درجات على كافة الأنحاء. الطقس هيكون شديد الحرارة النهاردة نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. متوقع النهاردة يكون في نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري مدن القناة، وتؤدي إلى تدهور للرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 37، وأقل درجة حرارة في كاترين 30 درجة. طبعا زي ما قلنا معانا تفاصيل أكثر عن أحوال الطقس بس بعد شوية.
برحب بحضراتكم من جديد، وهنبدا معاكم دلوقتي اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امس سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجيه الروسيه بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، وتناول الاجتماع تطورات الاوضاع الاقليميه وعلى راسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط في ظل الازمه في قطاع غزه وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل متابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وأيضا تعميق الصناعات المحلية اللي هتسهم بدورها أيضا في زيادة نسب الصادرات وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الإفريقية وملفات مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع الدولية لا سيما في أوكرانيا وأفغانستان. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة وأيضا سبل تعميق الصناعات المحلية اللي بتسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير. وكلف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق المستهدفات وفق جدول زمني محدد، مشيرا إلى أنه سيعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين لمناقشة هذه الخطة والاستقرار على بنودها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة، وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وتكليفات سيادته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور اللي بيقوم به المشروع بالنظر لأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر والمتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق أول بول فالنتينو فاري قائد قوات الدفاع الملوية اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات. خلينا نروح لأخبار المحافظات ونبدأ بأسوان اللي تم الانتهاء من 28 مشروع تنموي فيها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في القليوبية تم تنفيذ مشروعات صحية في طوخ وبنها بتكلفة بلغت 652 مليون جنيه. كمان في سوهاج تم افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم، وفي الفيوم بيتم تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق في إطسا ويوسف الصديق ضمن حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم الانتهاء من 28 مشروع بنسبة 100% ضمن مبادرة حياة كريمة، منها مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة 10 مدارس واثنين مركز شباب واثنين وحدة لطب الأسرة واثنين وحدة للإسعاف، ده بالإضافة لمشروعات تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء 4 كباري عليها ومشروعات إنشاء عدد من مكاتب البريد وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب.
في البحيرة بدأت أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وبلغ إجمالي ما تم توريده لشؤون البحيرة 11.648 طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام، واللي بتبلغ 290,089 فدان. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق خارجية وداخلية تخدم أهالي قرى مركزي إدسا ويوسف الصديق ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، منها 5 طرق بقرى إدسا و5 طرق بقرى يوسف الصديق. في الأليوبية بتشهد المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بقطاع الصحة بمدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل ل 652 مليون جنيه، وبيتم العمل على تسريع إنهاء تلك المشروعات في مدتها المقررة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة على مساحة 493,900 متر مسطح بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون و100,000 جنيه، وده خلال الفترة من 2019 حتى 2024 ضمن خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع المحافظة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين. في كفر الشيخ بيتم العمل على إنشاء صفايات الأمطار ورفع المطابق الرئيسية والفرعية بمدينة بلطيم، وده في إطار جهود تحسين البنية التحتية ومواجهة مشكلة تراكم مياه الأمطار وربط الصفايات الجديدة بشبكة الصرف الصحي وتركيب أغطية جديدة للمطابق. في سوهاج افتتحت المحافظة المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم بعد الانتهاء من إنشاؤه على مساحة 900 متر بتكلفة 17 مليون جنيه، وده في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. استنوا ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من 5-6 درجات على كافة الأنحاء. طقس النهاردة هيكون شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً على كافة الأنحاء. في النهاردة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن كنت معانا امبارح على الهواء في صباح الخير يا مصر ونوهتي إن هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، وبالفعل النهاردة يعني درجة الحرارة في القاهرة بتصل ل 36 درجة، في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. هل هيستمر هذا الارتفاع في درجات الحرارة؟ هو بالفعل طبعا اليوم متوقع يكون في ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، لكنها ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة، يعني هيكون مدتها اليوم، ومن غدا الخميس تبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعية أو تعود تاني للأجواء اللي احنا كنا عليها أمس أو أول أمس، لأن اليوم متوقع أن احنا نتأثر بمنخفض جوي موجود في الصحراء الغربية مع كتل هوائية جنوبية غربية، دي اللي هتؤدي للارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار. هنلاحظ كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس أيضا خلال فترة النهار العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع أن هي تكون 36 درجة مئوية، المناطق الجنوبية 38 درجة مئوية، فبالتالي أجواء شديدة الحرارة فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لأن طبعا الارتفاع ده بيشمل كافة المحافظات. فترات الليل كمان مع الغياب التام لأشعة الشمس هنلاحظ أن الليل تحديدا في تحسن كبير في قيم درجات الحرارة، أجواء لطيفة في معظم المحافظات، وخاصة فترة الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، يعني احنا في الليلة دي تحديدا مش هنحس بالبرودة زي الليالي اللي كانت قبل كده. كمان طبعا الكتل الهوائية دي كتل هوائية صحراوية فيها زيادة لسرعات الرياح، فبالتالي اليوم أيضا في نشاط للرياح متوقع، نشاط الرياح ده مثير للرمال والأتربة في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، الأتربة والرمال المثيرة دي ممكن تؤدي لتدهور وانخفاض كبير في الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية وبعض الأماكن كمان من سواحلنا الشمالية الغربية. وزي ما قلت في الأول سرعان إن شاء الله بكرة الخميس
ما نبدأ نتأثر كده بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، فبالتالي هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 6-8 درجات، وده هيكون في معظم المحافظات خاصة المحافظات الشمالية. يعني من 6-8 درجات هينزلوا فجأة بكرة، صح؟ بالفعل النهاردة ذروة الارتفاعات. النهاردة ذروة الارتفاعات، أعلى درجة حرارة هنسجلها اليوم، وبكرة إن شاء الله الخميس العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 29-30 درجة مئوية، هيكون الجو أقل حرارة من اليوم، تهدأ سرعات رياح بشكل كبير، أو الأتربة والجمال المصارة هتزول بشكل كبير، فهي حالة جوية مؤقتة مدتها اليوم، ومن يوم الخميس نرجع تاني للاستقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اللي هي ما بين 29-30 درجة مئوية فترة النهار. بس مهم جدا النهاردة ناخد بالنا بقدر الإمكان ما نتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر، لأن كمان نسب الرطوبة منخفضة، فده مش هيخليني أحس بارتفاع قيم درجات الحرارة طول ما أنا موجود في أماكن ظل، بالإضافة كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مهم جدا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية وإحنا خارجين لازم نستدي الكمامات طبعاً. والقيادة كمان تكون بهدوء تام على أغلب الطرق، ونستمر في المتابعة للنشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. طب بمناسبة القيادة، هل الأجواء بتاعت الرياح المثيرة للأتربة دي بتأثر على الرؤية النهاردة؟ بالفعل هي الأتربة ورمال المصارة ممكن تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، وخاصة في المنطقة الغربية، غرب جمهورية مصر العربية، الصحراء الغربية، السواحل الشمالية الغربية، الطرق المؤدية من والمناطق دي ممكن تتأثر بشكل كبير، والأتربة ورمال المصارة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية طبعا. طب في أي توقع لأمطار يعني تتلطف الجو المترب دوت يا دكتورة منار؟ يعني هي بالنسبة لليوم مفيش طبعا أي فرص لسقوط الأمطار، مفيش اليوم مفيش أي فرص لسقوط الأمطار، لكن غدا الخميس والأيام اللي جاية برضه الخرائط الجوية والتوزيعات الضغطية مش مدية أي فرص لسقوط الأمطار، وحتى وإن وجد فرص أمطار فهتبقى موجودة خفيفة جدا في السواحل الشمالية، يعني هي فرص ضعيفة جدا في السواحل الشمالية للبلاد، فبالتالي نقدر نقول مفيش أي فرص لسقوط أمطار في أي منطقة من مناطق الجمهورية بإذن الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 36، الصغرى 22 أيضا، في العاصمة الإدارية 36-22، الإسكندرية 36-18، والعلمين الجديدة 35-17، مطروح 35-17 أيضا، ودمياط 30-20، بورسعيد 29-20، والإسماعيلية 37-21، سويس 37-21، والعريش 36-20، كاترين 30-16، وطابة 30-20، حلايب 29-22، وشلاتين 32-20، شرم الشيخ 34-23، والغردقة 34-23، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 21، بني سويف 36-20، في الوادي الجديد 36-20 أيضا، وفي أسيوط 37-21، سوهاج 36-21، وإنا 37-22، الأقصر 37-22، وأسوان 37-22 أيضا. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومصطفى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا يا هلا. شكرا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، وأيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي إطار أيضا الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق مهرجان التحرير الثقافي اللي بتنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع دار نشر ومكتبة التنمية في مقر الجامعة القديم بميدان التحرير، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 22 إبريل الجاري. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الأسباني في 9 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع سموحة في 4 عصراً. في 7 مساءً هيلتقي أمبي مع الداخلية. في نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع طلائع الجيش.
زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم خلال حلقتنا امبارح في صباح الخير يا مصر عن انطلاق موسم حصاد القمح. في الوادي الجديد تم انطلاق موسم حصاد القمح واللي بلغت المساحه المنزرعه منه في المحافظه 328 الف فدان بزياده حوالي 8000 فدان عن السنه اللي فاتت وبمتوسط انتاجيه 17 طن لكل فدان. احنا النهارده بنبدا موسم الحصاد الرسمي للمحافظه الوادي الجديد، واحنا بنعتبر من اول المحافظات اللي بتنتج القمح بدري. درجه الحراره عندنا بنبدا موسم الحصاد بدري، بس لظروف العيد اخرناه للنهارده 15/4، وبالتنسيق مع الصوامع ووزاره التموين ووزاره الزراعه بيتم نقل من الفلاح كل مراكز المحافظه الى الصوامع داخل المحافظه. كان في صومعه في الخارجه 40000 طن، وفي صومعه في الفرافره في العوينات 65000 طن يعني. بس ده الانتاج بتاعنا احنا بيقترب من مليون طن سنويا. فان شاء الله اتمنى ان شاء الله المحافظات المجاوره لينا الصوامع، كان في المنيا او في قنا او في سوهاج، بنبدا نودي بالتنسيق مع الصوامع. الحمد لله في الوادي الجديد تم زراعه 328000 فدان، متوقع انتاج حوالي من 850 إلى 950 ألف طن. إن شاء الله بأمر الله تعالى بدأنا الحصاد، وإن شاء الله بدأنا التوريد. صومعة العوينات استقبلت أول توريدة لمحصول القمح، وصومعة العوينات دي ساعتها التخزينية حوالي 60 ألف طن. أيضا صومعة الخارجة استقبلت النهاردة أول يوم شحنة من القمح، ساعتها التخزينية حوالي 45 ألف طن. أيضا جمعيات الزراعية بالكامل، شونة البنك الزراعي بالفرافرة وغرب الموهوب بتستقبل محصول برضو توريد محصول القمح. الحمد لله في خلال 24 ساعة، الحمد لله في غرفة عمليات 24 ساعة مع محافظة الوادي الجديد مع وزارة الزراعة مع يعني الحمد لله. نتمنى إن شاء الله يكون موسم حصاد وتوريد جيد جدا. النهاردة حاجة مبشرة بالخير، والمقارنة حتى عن العام السابق الحمد لله يعني في مقارنة، والمقارنة فضلا إن شاء الله، وحاجة جميلة جدا. والمحصول في الزيادة، والنهارده واصل من زي ما انت شايف من 18 ل 20 ارداب في الفدان، وده شيء مبشر بالخير. وبنشكر مديريه الزراعه، هي دعمتنا بالحقول الارشاديه ووفرت لنا اكثر من صنف مصري 3 وسخه 95، والحمد لله احنا زرعنا حاليا احنا في موسم حصاد القمح. والحمد لله بنشكر القياده السياسيه في البلد ومديريه الزراعه على الدعم الكامل. السنة دي المحصول حلو أحسن من السنة اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين. دلوقتي خلونا نفتح شباكنا على طيورنا المهاجرة في العالم. خلونا أيضا نتعرف على قصة مركز مرآة للفنون اللي أقيم في أوروبا، واللي شاركت في تأسيسه وفي ظهوره واحدة من بنات مصر وهي نادين الجداوي. نادين في الحقيقة أسست مركز مرآة للفنون عشان تنشر ثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القارة الأوروبية، وده من خلال الفنون اللي بيقدمها هذا المركز. هذا المركز يا مصطفى مركز مرآة للفنون هدفه إعادة تمثيل ثقافة مصر والشرق الأوسط بشكل يعكس هوية المنطقة في أوروبا من خلال الفنون والثقافة والحفلات الموسيقية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن مركز مرآة من نادين الجداوي أحد مؤسسي مركز مرآة للثقافة والفنون في أوروبا، اللي معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم من باريس. صباح الخير عليك يا نادين، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير جمانة، صباح الخير مصطفى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. أهلا بيكي. يعني مركز مرآة للفنون والثقافة، وهدف الحقيقة يعني هدف نبيل ومهم جدا، فكرة نشر الثقافة المصرية وثقافة الشرق الأوسط في أوروبا دي نقطة مهمة قوي كنا محتاجينها الحقيقة. بس في البداية عايزة أعرف منك إيه الدافع اللي خلاكي بعد إقامتك في باريس أنك تأسسي هذا المركز وأنك تبقي حريصة على تحقيق هذا الهدف؟ الحقيقة هو الثقافة عامة، إحنا أنا وأعضائي المؤسسين برضو هقول هم مين، هم حسين غالي وعمر الشرقاوي وأدم الشرقاوي.
احنا مهتمين الحقيقة جدا بالثقافة، مهتمين بالفنون، كل فنون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاسين بمهمة وبمسؤولية تجاه المنطقة اللي احنا عايشنا فيها وتجاه طبعا بلدنا مصر، ان احنا ننشر الثقافة ونقدر ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نقدم ثقافتنا عن طريق الأعمال الفنية، عن طريق الموسيقى، عن طريق الفن بشكل عام للأوروبيين، مش بس للعرب والمهاجرين اللي عايشين في أوروبا، ولكن هو الهدف أكبر بكتير، وإن إحنا نوصل للأوروبيين علشان نوضح لهم صورة حلوة وصورة جديدة عن ثقافتنا، وهي ثقافة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طب بتعملوا إيه؟ يعني هل القصة يعني أكيد يعني هل حفلات موسيقية، معارض، جاليريز للفنون التشكيلية، بتستقطبوا مين من العرب؟ أعتقدش برضو أن إيه يعني أنت لو في مصر هتلاقي في فرق أو بندات كتير، لكن جداً. هل ده متوفر عندكم؟ هو الحقيقة إحنا بنجيبهم، يعني هو الموضوع كله في إن إحنا مش بس بنقيم حفلة أو معرض فني في أوروبا، هو الحقيقة إحنا بنبتدي معهم من الأول خالص، من أول بروسس الفيزا، السفر، الإقامة في البلد اللي إحنا هنجيب الفنانين فيها، لحد لو بنتكلم على حفلة موسيقية أو على معرض فني بننقل الفنون. فهي الفكرة كلها إن إحنا بنجيب الفنانين، بنوفرهم فرص إن هم ييجوا ويجيبوا أعمالهم الفنية علشان نقدر إن إحنا نعرضها، وإن وإن وإن, وإن الأوروبيين يكونوا قادرين إن هم يشوفوها. طيب واللي بيطلع صورة دلوقتي دي صورة المعرض الفني اللي احنا عملناه في باريس، قدرنا ان احنا نعرض 30 فنان وفنانة مصريين مع قاعة الزمالك للفن، وكانت ساعتها السفير علاء يوسف سفير مصر وحرمه مدام هيتاب مرزوق هما اللي جم وافتتحوا المعرض، فكان عندنا اكتر من 60 عمل فني قدرنا ان احنا نعرضه في باريس في فرنسا. نادين، يعني ايه النقطة اللي وقفتي عندها وحسيتي انه الهوية المصرية، لو هنتكلم عن الهوية المصرية تحديدا، حسيتي ان هي محتاجة توصل اكتر لاوروبا؟ يعني هل الصورة مش واصلة لاوروبا بالشكل الكافي؟ محتاجين نشتغل عليها اكتر؟ دي حقيقة. انا لما جيت فرنسا كانت الهدف لقدومي في فرنسا هي ان انا كنت اعمل رسالة الماجستير بتاعتي، وهي ادارة الاعمال الفنية، ده كان الهدف. كانت كل الناس لما بتسألني انت منين، فبقول لهم انا من مصر. طبعا كان في انبهار، لانه اي حد اجنبي هتقولي له على مصر هيفتكر الاهرامات والفراعنة، يعني لسه الصورة النمطية طبعا، لكن الصورة النمطية دي لسه موجودة. بالظبط. من ناحية طبعا كنت بتبسط، لأنه ده يعني حلم أي، بالذات الفرنساويين حلمهم إن هم يجوا للأهرامات والأقصر وأسوان، ولكن حسينا إن في أكتر من كده. إحنا مش بس الأهرامات والفراعنة، إحنا في فن في جميع أنحاء مصر، مش القاهرة بس طبعا. فن، في فنانين كتير، في أعمال فنية كتيرة، في ديسيبلينز، يعني أنواع مختلفة من الفن مش واصلة، يعني مش واصلة. ولما جم المعرض الفني هم ما كانوش مصدقين، كل الزوار الفرنسويين والأجانب ما كانوش مصدقين إن ده معرض مصريين فقط، كان 30 فنان وفنانة مصريين بس، فكان في انبهار. فساعتها حسينا انه احنا بنعمل حاجة. طبعا الموسيقى نفس الحكاية، احنا عملنا فوق 30 او 40 حفل موسيقي، لان احنا انشأنا مرآة من سنتين في 2022، فكان عملنا اكتر من 30 حفل موسيقي، اكتر من 30 فنان، او اكتشلي 40 فنان جبناهم في كل اوروبا، هو مش فرنسا بس. يعني احنا بنروح المانيا، سويسرا، انجلترا، فرنسا، اسبانيا، هولندا، فإحنا يعني كل أوروبا بنوصل لكل الناس عن طريق الفن والثقافة. دي رسالة عظيمة جدا. بس وانت بتقولي لي انك انت اللي بتجيبي الفنانين وبتعملي لهم الفيزا وبتستضيفيهم، وافتكرت كده البندات الموسيقية اللي موجودة عندنا اللي في وسط البلد،
هم في الحقيقة كلهم بيعزفوا غربي، يعني هو باند بيعزف جاز أو باند يعني معلش بالعربي كده، هل إحنا هنبيع المية في حارة السقايين؟ هم أصلا اللي عملوا الفنون دي، يعني هنجيب نسخ أو فرق عربية بتعزف موسيقى غربية للغرب؟ لا خالص. اولا يعني هو بيبقى انا وطبعا البارتنرز بتوعي احنا اللي بنعمل الموضوع ده. والحقيقه هو مش كده تماما، هم الغرب فاكرين انه احنا ما عندناش فن، وان احنا ما فيش اي ثقافه، ما فيش هويه عندنا، وبيفتكروا نفس الحاجه اللي حضرتك لسه قايلها. ولكن هو العكس تماما، مبدئيا احنا ما بنجيبش الناس اللي هم المعروفين قوي، لان ده مش هدفنا. احنا هدفنا ان احنا نطلع الناس اللي عندهم هويه مصريه حقيقيه، بيشتغلوا عليها وبيقدموها عن طريق فنهم. يعني بنسمع هناك عود وقانون ورق بالظبط. كل حاجة، كل حاجة. احنا عندنا حفلة مثلا في جنيف في سويسرا الشهر الجاي لتريو جبران. تريو جبران دي فرقة بتعزف عود فقط بس، فاحنا بنعرض كل الأنواع. ودي للأسف ده الحاجة بقى اللي احنا الصورة النمطية اللي احنا بنحاول نغيرها، وهي انه ممكن في فنانين متأثرين بالغرب، ولكن لا، احنا عندنا فننا، عندنا آلاتنا الموسيقية اللي احنا بنعزف بيها، عندنا الأغاني بتاعتنا، عندنا ثقافة كل حد. وده بيبقى حاجة مهمة جدا في التدخل، ان احنا ناخد قرار مين الفنان اللي نجيبه. مش بنجيب اي حد، احنا بيبقى فيه اختيار لفنانين معينين علشان يبقى هو ده الصورة الحلوة عن بلدنا أو عن منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتبقى دي الفكرة كلها. طيب نادين، يمكن ده الجزء الفني واللطيف في الموضوع، بس في جزء كمان مهم جدا، وهو شكل التعاون بين السفارات العربية عشان فعاليات مركز مرآة تقدر انها تنجح وتنتشر في أوروبا. زي ما كنت بتكلمي، هو مش بس في باريس أو مش بس في فرنسا. يس بالظبط. احنا بيبقى هدفنا كمان ان احنا يبقى فيه علاقات دبلوماسية مع كل السفارات العربية، لان احنا زي ما قلت لكم احنا ما بنجيبش بس فنانين مصريين، ولكن بنجيب فنانين من كل المنطقة. دايما لما بيكون في فنان مثلا من سوريا، من لبنان، من الأردن، كل دول بنكون بنتعاون مع السفارات، يعني السفارات، سفارة ايا كان السفاره ايه، بلس طبعا بيبقى في وجود لبقيه السفارات، مش لازم سفاره الفنان بلد الفنان. ولكن زي هديكي اكزامبل، انه اخر تعاون ما بيننا كان ما بيننا وما بين سفاره مصر يوم 8 مارس، وده كان احتفالا بيوم المراه المصريه في يوم المراه العالمي. وكان التعاون ما بيننا وما بين سفاره مصر السفير علاء يوسف وحرمه مدام مهيتاب مرزوق، وده كان التعاون، كان تعاون جميل جدا، لان احنا ساعتها قدرنا ان احنا نجيب اوركسترا بيقودها مايسترو محمد سعد باشا من مصر، والسوبرانو أميرة سليم، مع اتنين بيعزفوا أيوب سيسترز، هم اتنين مصريات بيعزفوا على فيولون كونترباس، وقدرنا ان احنا نجيبهم. كانت الأوركسترا مكونة من 18 موسيقي وعازفين، ومعاهم أيوب سيسترز وأميرة سليم. والحفل ده أقام في معهد العالم العربي في باريس، وكان موجود جميع السفارات العربية والغير عربية، وافتتحها طبعا حرم سفير مصر مدام مهيتاب مرزوق. وكانت سهرة جميلة، كانت سهرة بتوري الست المصرية، سهرة بتعرض فننا. جميل. وبتقودها أميرة سليم سوبرانو المصرية بباريس. طيب السنة دي أنا عارف أن مركزكو مركز مرآة الفن التشكيلي والنحت هيبقى هو العنوان الأبرز للقصة. دي حقيقة. هنعمل إيه؟ حاجات كتيرة بالذات مع مصر. احنا السنة دي، احنا بقالنا سنتين من اول 22
بنشتغل في الموسيقى والفن بشكل عام، ولكن السنة دي أنا يعني عايزة أعلن عن انطلاقة مرآة للفنون فقط، يعني فنون تشكيلية والنحت فقط، وهنكون في معارض، هيكون في احتفاليات كتيرة جدا بالذات مع جميع السفارات، مش بس في باريس ولكن في مع صحيح، في جميع أوروبا، جميع العواصم الأوروبية. وهيكون في فنانين كتير من المنطقة دي. مبسوط بيكي جدا يا شكرا. نادين، و يعني باعتقادي ان الفن هو اهم رسالة ممكن نوصل بيها للأوروبيين، ممكن نعرفهم يعني بشخصيتنا طبعاً، بفننا، وهو يبقى الجسر الحقيقي لهذا. خاصة انه لسه في يعني بعض من بقايا الصورة النمطية عن مصر موجودة بره، فمهم جدا انه المصريين بره يبقوا حريصين ان هم يقدموا، ده هدف طبعا عظيم. نشكرك شكرا جزيلا نادين الجداوي، مؤسس مركز مرآة الفنون في اوروبا، شكرا ليكي. مشاهدينا الثامنة صباحا وعدنا مع موجز لأهم الانباء مع هالة الحملاوي، اتفضلي يا هالة. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي. وخلال اللقاء تم التأكيد على رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال أيام، وأضافت رويترز عن المصدر أن وزير الخارجية سيبحث التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في غزة مع نظيره التركي هاكان فيدان خلال الزيارة. كما أضاف المصدر أن الوزيرين سيقيمان أيضا أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا بمخيم وسط مدينة رفح ما أسفر عن شهداء ومصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في بيت حنون شمالي قطاع غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنود وحدة النخبة في سلاح الجوي بجروح خطيرة في اشتباكات شمال قطاع غزة. أعلنت الأمم المتحدة أنها ستوجه اليوم نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي. وأعلن أندريا ديدومينيكو منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن 90% من المبلغ مخصص لغزة، موضحا أن الخطة الإنسانية للعام الحالي قدرت بداية ب4 مليارات دولار لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية. قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات للفلسطينيين أمر غير مقبول، داعيا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال إلى تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني. وأعرب سوليفان عن توقعه بأن يفرض حلفاء واشنطن عقوبات أيضا على إيران. وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط لتقويض فاعلية قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. And we'd like to see that over the course of the next few days. John Kirby was talking about in terms of hours was a step change in the willingness of the Israeli government to take action to get more aid. أرجى مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل. من جانبه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن إطلاق هذا العدد الكبير من صواريخ كروز والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيقابل برد. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وخلينا نروح لموضوع مهم جدا. موضوع في الحقيقة متعلق بشبابنا، شبابنا اللي بعد تخرجهم من الجامعة بيبتدوا يفكروا ازاي هيخططوا لحياتهم. احنا بنتكلم النهاردة عن التخطيط الوظيفي والتخطيط العملي والتخطيط المادي، يعني مستقبلهم تحديدا. هل التخطيط ده بيتطلب ان هم يرسموا خريطة يحددوا بيها أولوياتهم؟ هل شرط ان شغلانتهم اللي هيشتغلوها تكون مرتبطة بدراستهم اللي كانت في الجامعة؟ طب ايه خطورة التفكير السلبي عند بعض الشباب ان هم يكونوا فلوس كتير جدا في وقت قصير، زي ان هم مثلا يعملوا قناة على التيك توك، واللي طبعا في معظم الأوقات بينتهي بالفشل وبينتهي بأن هم يعودوا مرة تانية للمربع رقم صفر. صحيح، خاصة لو ده مش معمول بكونتنت أو بمحتوى محترم بالزبط. أو عن خلفية محترمة أو علم هو بيقدمه أو معلومة. عشان كده احنا طرحنا مع حضراتكم النهاردة السؤال ده، إزاي نقدر أن احنا نساعد شبابنا ان هم يخططوا لحياتهم الوظيفيه والماليه. الاجابه هنستعرضها بالتفصيل دلوقتي مع ضيفتنا في الاستوديو دكتور رأفت يوسف، استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه. نورنا في الاستوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير كل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك. طيب دكتور، الموضوع كبير قوي، يعني في ناس بتتخيل انه طيب خلاص انا ابني هيخش مدرسه كذا، بعد كده هيخش جامعه معينه، وبعد كده بقى يطلع لسوق العمل، وبتبقى الموضوع ماشي بشكل عشوائي كده. سؤال بقى، امتى نبتدي نخطط لاولادنا؟ لانه اكيد بيبتدي من الاسره. امتى نبتدي نخطط لاولادنا ان احنا نرسم لهم خريطه كده مستقبلهم؟ طيب بس انا عايز اقول، هو التخطيط في علم الاداره بيتحط تحت احد وظائف علم الاداره. يعني احنا عندنا وظائف كتيره في علم الاداره، التخطيط، المتابعه، مش عارف القياده. فالتخطيط احد الحاجات مهمه جدا. حضرتك اشرت لنقطه لطيفه جدا، عكس كلمه تخطيط هو العشوائيه، ان انا بمشي بقى الكلام اللي ملوش لازمه بقى، انا سايبها لربنا. هو ربنا ما قالكش خليك ما تخططش، لكن هي الفكره قصه التخطيط. انا بحط بحلل، احنا لسه كنا بنتكلم قبل ما نبتدي انه لازم بحلل الوضع اللي انا فيه، انا فين دلوقتي وعايز اروح فين. انا فين دي بيسموها تحليل الوضع الحالي، عايز اروح فين ده بنسميه الهدف، اروح ازاي دي الاستراتيجيه بتاعتي. المشكلة الأساسية في كل خطوة من الثلاثة دول، لو أنا حللت غلط فأنا حللت إمكانيات أو إمكانيات ابني غلط، فأنا هروح في اتجاه غلط. لو حللت صح بس حطيت هدف مش متناسب مع إمكانياتي، زي ما بيجي الأب والأم أنا عايز ابني يبقى دكتور، هو إمكانياته ما تمشيش في النقطة دي، فبيحصل إحنا بنودي الولد في اتجاه كارثي. حاجة الثالثة، ممكن أحلل صح وأحط هدف صح بس الاستراتيجية بتاعتي تبقى غلط. وفي علم الإدارة تخططي تحط خطة بديلة. أنا ابني عايز يسافر يشتغل في الخليج، حلو، طب ما جاتلوش فرصة خلاص الدنيا وقفت، لا لازم يكون عنده خطة بديلة. طب أنا لو ما جاتليش الفرصة دي هعمل إيه؟ فإحنا لازم نعلم الشباب والولاد الصغيرين يعني إيه خطة ويعني إيه خطة بديلة. السؤال بتاع حضرتك هو أنا إمتى أبتدي أخطط؟ قبل ما أبتدي أي مشروع لازم أحط له خطة. جورج برنارد شو عنده جملة حلوة جدا، لما تسمعيها تعرفي إنه في ناس كتير للأسف في الشارع ما بيفهموش يعني تخطيط. هو بيقول الناجح لديه خطة وبرنامج والفاشل لديه تبريرات. لان الفاشل ما نجحتش كذا ليه؟ اصل هم مش عارف كذا، اصل الامتحان كان جاي من بره المنهج، اصل هم مش عارف ايه. فدي اسمها التبريرات. لا، الشخص الناجح عنده خطه برده. ايلون ماسك، مش عارف، بيل جيتس،
جاك ما، الناس دي نجحت ليه؟ بالتخطيط. ومعظمهم كانوا ابتدوا ولا حاجة بس حاطط خطة من هو صغير، اللي مش عارف كان بيشتغل في ميكانيكي. يعني مثلا لولا دي سيلفا اللي هو الرئيس البرازيلي، الراجل ده لو خدت بالك صبعه الصغير مقطوع لأنه هو صغير كان بيشتغل في عامل في مصنع، وكان اشتغل مسح أغذية وسوري أحذية، وفي الآخر الرئيس سادات اشتغل كذا حاجة، اشتغل بواب اشتغل معاه، بس في الآخر كان عنده هدف إن أنا أو عندي خطة إن أنا هبقى رئيس لمصر. هي دي فكرة كل الناس الناجحة، لما تبصي هتلاقيهم كانوا عندهم خطة. الناس الفاشلة هتمشي معاها بالصدفة أو بالحظ. وبرضو أنا عايز بس كل الناس عندها نفس القدرات يا دكتور، يعني الشخصيات كلها والأمثلة اللي حضرتك ذكرتها برضو هي شخصيات مش عادية. وهو على فكرة ممكن يبقى ابنك مش عادي، بس انت تختاري له مجال غلط فما ينجحش. فهو ما فشلش عشان، او هو فشل مش عشان هو ما عندوش امكانيات، ولا يعني مثلا ثلاث ارباع شباب مصر عايزين يبقوا ايه؟ محمد صلاح. يا جماعه ما هي قصه مش كده، القصه او محمد صلاح ماشي ده راجل موهوب، انا ما عنديش موهبه محمد صلاح، فما ينفعش ابقى وانا صغير او انا اجي لابني اقول له ايه انا عايزك تبقى، هو يقول لك انا عايز ابقى زي محمد صلاح. ما عنده امكانيات ولا ما عندوش؟ اقول له لا حبيبي خلينا. ولازم حضرتك تختاري لابنك الرول موديل او القدوه. لو انا ابني مثلا شاطر قوي في الساينس ورايح ناحيه البيولوجي وبيحب قوي الاناتومي او التشريح، احط له صوره مجدي يعقوب، فانا اقول له هو ده الصوره اللي انا عايز اكتبها. فانا من هو صغير ابني له حلم ان هو ده القدوه اللي انت هتبقى ماشي معاه. الراجل لا شاطر في الساينس ورايح للكيمياء، احط له صوره زويل. فهي دي الفكره. والاب والام لازم يكون عندهم دور ان هم يساعدوا ابنهم في التخطيط، لان ممكن الابن ما يكونش عنده المقدره والامكانيات انه يحط خطه لسه صغير. انا اساعده بس مش اجبره، مش افرض عليه. يعني لازم نتناقش مع بعض عشان ما بقاش انا اصريت عليه، لان في حاجه حتى في علم النفس اسمها ريفرس سايكولوجي او علم النفس العكسي. الولد لما انا اقول له يمين وهو عنيد هيمشي شمال، فمش صح. لا احنا احيانا بنعمل العكس، نقول له شمال عشان عارفين هو عنيد عشان يمشي يمين. طب بالنسبه للام او الاب السؤال، خلينا ندخل في مشاكل عائليه يا ابو ظبي. ها ماشي. السؤال النهارده موجه ليهم، ازاي اخلي طفلي او اعرف من طفلي هو بيحب ايه، وازاي انمي ده على مدار سنين عمره، وازاي في ابهات بتنجح جدا في القصه دي. هو الدور ده دور الام اكتر. تمام. لان هي اللي بتبقى متداخله مع الولد اكتر. احنا عندنا حاجتين مهمين جدا، دور المدرسه لما المدرسه بتبقى مدرسه محترمه بيجي للاب والام تقرير الولد بيحب الماده الفلانيه، بيعمل كذا في الفسحه، بيعمل كذا. ده جزء. الجزء الثاني قوه الملاحظه عند الام. يعني تخيل حضرتك في الطب النفسي الاوتيزم اللي هو مرض التوحد، ممكن الام لو عندها قوه ملاحظه عاليه تكتشفه في الطفل وعنده سنه ونص او سنتين. للاسف الام لما يكونش عندها قوه الملاحظه الولد ممكن يوصل ل 10 سنين 12 سنه وبعدين يكتشفه الولد مش مركز، الولد مش عارف ايه، رغم انه في ستات تانيين لا. فانا عايز قوه الملاحظه، الام تبقى شايفه الولد بيحب ايه وبيكره ايه، موهوب في ايه. الحاجه الثانيه طب ما لاحظتش، امشي بمبدا الترايل اند ايرور، المحاوله والخطا. احيانا بعض الامهات تقول لك ايه، طب انا هودي الولد يتعلم موسيقى، ما جابش خلاص يبقى هو مش موهوب في الحته، طب اوديه يلعب كوره. فالمحاوله الخطا ان انا بحطه في اكتر من سيتويشن او موقف بلاقيه في حاجه معينه ابتدى بشكل او باخر انه يعمل ايه، لا واضح انه موهوب في الحته دي. مش قادر اقيم خالص وديه لحد متخصص، عايز اشوف الولد ده. في سنترز كتيره جدا في مصر بتقيم الملكات والمواهب بتاعت الولد، ففي ادوات كتيره. لكن اسيب الولد كده ماشي وانا مش بوجهه بشكل او باخر، شيء طبيعي انه ممكن يبقى عنده موهبه وما اكتشفهاش. حاجه بتشوفها في الفن، بعض الممثلين ظهروا في الخمسينات والستينات، طب ما كانت عنده الموهبه بس ما اكتشفهاش. صح. ده خطاه، خطا بابا والده والدته. لكن طبعا كمان الزمن اللي احنا فيه والتكنولوجيا بتساعدك على انك تكتشف مواهب ابنك. يعني طيب دكتور، نتخطى اولياء الامور حرام اوكي كفايه كده عليهم. مش كل اولياء الامور او مش كل الاسر بتبقى يعني واخده بالها قوي من النقطه دي، بتبقى مهتمه باطفالها بيحبوا ايه مثلا فعلا، حتى بيحاولوا يساعدوهم في ان كان رياضه، حاجه فنيه، موهبه فنيه، او حتى لو مذاكره او ماده او ما الى ذلك، بس ما بيبقوش مدركين قوي ايه اللي يشتغلوا عليه. الولد كبر او البنت كبرت وخلاص دلوقتي هو بيمتحن وهيدخل جامعه، وما حلفوش الحظ ان اسرته عرفت هو ميال لايه اكتر او هي مياله لايه اكتر، يعمل ايه؟ تكلمي على الولد خلاص بقى. هو الطالب او الطالبه دلوقتي او مراهق او مراهقه، هو في سن دلوقتي هو اللي هيحدد لنفسه. طيب انا يعني هقول لك مثال بسيط جدا. القصه اللي حضرتك بتقوليها اكتر بتظهر في ثانويه عامه. انا ممكن ابويا يبقى راجل بسيط وامي ست بسيطه فمش قادرين يساعدوني في اكتشاف موهبتي. شباب كتير جدا في ثانويه عامه بيخطط غلط لمستقبله لان هو مش فاهم
طبيعه الكليات، فانا حابب الطب عشان البيولوجي كنت شاطر فيه. قصه مش كده يا جماعه، هي القصه قصه لو انت مش عارف امكانياتك كويس ومش عارف طبيعه الكليات دي، اقعد مع حد مثلا دخل كليه الطب، قول له انا عايز اتفرج على المناهج اللي بتدرسوها واشوف انتوا بتدرسوا ايه. اروح مثلا لواحد تاني في هندسه، اروح لواحد تاني مثلا في سياسه واقتصاد. فدي بتساعد الولد لما ابص على حاجه قبل ما ادخل فيها، لانه مش صح ان انا ادخل مثلا طب سنه وبعدين اكتشف لا انا مش موهوب في طب فانا هنقل واروح هندسه، ده مش صح. لكن برضو ده نوع من التخطيط، ان انا قبل ما ادخل في حاجه بسمع عنها، ومش من شخص واحد، لانه احيانا ممكن اروح مثلا لمصطفى باشا يقول لي لا 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 ده الطب ده انا اتخنقت منه عشان هو للاسف مش ناجح في طب، فانا اروح قافش على كليه الطب بسبب راي. لا، انا بسال واحد واثنين وثلاثه واربعه، ومش باخد رايه بس، انا باخد رايه والمبررات بتاعته. طب ليه حضرتك ما حبيتش طب؟ طب انت اخترتها ليه؟ طب ايه اللي خلاك دلوقتي مش قادر تكمل فيها؟ فانا باجي في الاخر بوصل لقناعه، لا انا بعد ما بصيت على ده وده وده انا شايف ان انا ادخل الكليه الفلانيه. لكن احيانا بتلاقي الشباب بياخد قرار الشغل مثلا، انا عايز ادخل بيع او تسويق، هو مش فاهم طب ايه الفرق بين البيع والتسويق. تيجي تقول له يعني انت لو راجل عندك نوع من الابداع روح التسويق، التسويق محتاج ابداع. لو انت راجل عندك بقى قدره على التعامل مع الناس والاقناع والكلام ده كله روح ناحيه البيع. فهو احيانا بيختار وظيفه، يعني مثلا شباب كتير بيختاروا البيع ليه؟ عشان في فلوس كويسه وفي حوافز أسرع. وفي عربيه وبيترقى بسهوله، لان الناس بعدين يدخل البيع وبعدين يكتشف انا مش موهوب في البيع. طب بشتغل ليه وبقى لي 10 سنين ولا 8 سنين؟ ما ده اختيار خاطئ. طب انت حطيت حضرتك ايدك على نقطه، يمكن 90% من شبابنا، مش هقول 90%، هقول نسبة كبيرة، اللي بيخشوا تحديدا تجارة وحقوق، اللي بيخشوا تجارة وحقوق، ويمكن دي أنا شفتها في ناس كتير من أصحابي، بيبقى مزبزب. يعني أنا هشتغل محامي ولا محاسب ولا هشتغل مرشد سياحي ولا هشتغل سيلز ولا ما اشتغل في أجنس عربيات ولا أروح مش عارف، وتلاقيه مش عارف يعمل ويقعد يتنقل يا عيني 30 وظيفة، وبعدين تكتشف أنه في 35 هو أنا عملت إيه؟ أنا ما عملتش أي كارير. مش كده حك اللي بتقوله ده باين قوي في انه 90% من اللي بيشتغلوا شغلانات ملهاش علاقه بالكليه اللي دخلها. ايوه، فانا دلوقتي بشتغل مثلا سيلز وانا خريج حقوق او تجاره. طب انت سوري تجاره ماشي، حقوق. طب ليه انت دخلت حقوق؟ برافو عليك. لو هو دخل مضطر عشان مجموع خلاص ده، لكن هو لازم يبقى فاهم ان انا الكليه دي مش ماشيه مع امكانياتي. يعني في حاجه، يعني مش هدخل في التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، فكره الشخص الفص المسيطر عنده في المخ هو الشمال ولا اليمين، ده بيحدد امكانياتك وملكاتك. الفص اليمين من المخ مسؤول عن الابداع والعبقريه والفنون ومش عارف ايه، فده رايح ناحيه هندسه، رايح ناحيه فنون جميله، فنون تطبيقيه. الفص الايسر من المخ مسؤول عن الارقام والاحصاءات، ده بقى راجل بقى رايح ناحيه مثلا تجاره. فهو لازم ابقى انا فاهم وانا داخل الكليه دي ماشي مع امكانياتي. طب دخلها غلط ومعرفش يخطط، نصيحتنا بقى انه يعني انت دخلت تجارة أو حقوق وعمال تغلط في وظيفة في التانية وكل واحدة ما بتحبهاش، يعني بتقول أنا احنا دخلنا غلط في الكلية عندنا مرحلة تانية بعد كده، ودخل غلط كمان بعد الكلية. لا ده ربنا كرمه بقى بصراحة. نسبة كبيرة ماشي، بس هو الفكرة طيب هنفترض ان ده حصل، هو غلط في اختيار الكلية وغلط في اختيار الوظيفة، ما تطولش في الوظيفة اللي انت غلطت فيها. يعني دايما كده في علم الإدارة يقولك في ثلاث حاجات تنجحك في أي وظيفة: وظيفة تكون بتحبها، وظيفة تكون بتجيب فلوس، وظيفة تكون متناسبة مع إمكانياتك. وأعلي واحدة من الثلاثة دول أنت ماشي غلط. صعبة قوي على فكرة المعادلة. ثلاث حاجات: وظيفة بتحبها، وظيفة متناسبة مع إمكانياتك، وظيفة تجيب لك فلوس. يعني عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة، الكاريكاتيرز والكومنتات أو الحاجات الكوميكس اللي بتتعمل بعد العيد، محمود عبد العزيز هم مدخلينه ويتعدم مش عارف إيه، يا جماعة ده حاجة، يعني حاجة غير صحية. كون ان انا اخد اجازه 5 ايام وارجع مضروب على دماغي وانا رايح الشغل، في حاجه غلط. فانت كده غالبا يا شخص كسول يا ما بتحبش الوظيفه بتاعتك، لانه الطبيعي انه انا لما اخد فتره راحه لما اجي راجع الشغل بيبقى عندي طاقه وانرجي، لكن انا راجع مضروب على دماغي في حاجه مش مظبوطه. فلو انت اخترت شغلانه مش بتحبها هتبقى متضايق بعد الاجازه انك راجع الشغلانه. لو انت مختار وظيفه مش ماشيه مع امكانياتك هتبقى نفس المشكله. لو انت مختار وظيفه ما بتجيبلكش فلوس، فانا رايح حاسس ان انا طب انا بعمل كل المجهود ده واخد لي 2000 جنيه في الشهر ولا 1000 جنيه، وده مش منطقي. فانت لازم تعلم ابنك انه الثلاث حاجات دول، يعني خلي بالك من النقطه الثالثه، لو انا وظيفه بحبها وماشيه مع امكانياتي وما بتجيبش فلوس كويسه، ايه اللي هيحصل؟ مع الوقت هيكره. طب هيكره طبعا. فاحنا محتاجين نعلم ولادنا الكلام ده عشان يبقى فاهم، ما تمشيش غلط فتره طويله وبعدين تقول لي انا هرجع تاني لنقطه الصفر زي ما حضرتك قلت. يعني دكتور يمكن احنا بنتكلم من منظور اكاديمي شويه ومحتاج يعني قدر معين من الوعي والثقافه ان كان عند الاسره او ان كان عند الشخص عشان يقدر يحدد امكانياته بشكل سليم.
او حتى يقدر يتحرك ناحيه مركز او سنتر من السنترز اللي حضرتك قلت عليه عشان يعرف يحدد قدراته لو هو مش عارف. ولكن السواد الاعظم للاسف عنده تقدير خاطئ لامكانياته، واولياء الامور بيبقى احيانا عندهم تقدير خاطئ لامكانيات ولادهم، فبالتالي بيكبر الولد او بتكبر البنت وبيخش جامعه غلط او بيخش جامعه عاديه مش حاسس بباشن او بشغف ليها او ان هو عايز يدخل المجال ده، وبتشتغل او بيشتغل في وظيفه والموضوع بيجيب بعضه. امتى اقدر احدد انا ماشيه غلط؟ يعني انا هنا في مشكله، لو مثلا الوظيفه مش بتجيب فلوس زي ما حضرتك بتقول، ولا لو الوظيفه ما انا مش عارفه احدد امكانياتي صح. في اربع او خمس نقاط بنعتبرهم مؤشرات للنجاح. المال، السلطه، حب الناس، الشهره. مش لازم الاربعه يكونوا موجودين، بس على الاقل يبقى في نقطتين او ثلاثه منهم. مستحيل اقول انا ناجح وانا ما بحققش فلوس. مستحيل انا ابقى ناجح وابقى مثلا عندي 40 45 سنه ولسه موظف ما بقتش مدير. الشخص الناجح عاده بيبقى شخص محبوب من الناس، الشخص الناجح بيبقى شخص مشهور. فانت لو عندك الاربع نقاط دول ولا واحده منهم اتحققت، يبقى حيك الانطباع اللي عندك ان انت عبقريه وفاهمه كل حاجه وشاطره، هذا انطباع خاطئ. في الاداره، الاب الروحي للاداره الحديثه اسمه بيتر دراكر، قال جمله حلوه جدا، قال الاداره تعرف بالنتائج. يعني حضرتك جبتي نتائج كويسه فانت ناجحه. بيل جيتس قال جمله حلوه جدا، قال لا يلام الانسان ان يولد فقيرا، لكن يلام الانسان ان يموت فقيرا. فانا ممكن اتولد فقير، ده اراده ربنا، لكن انا كون ان انا ما نجحتش وما كونتش فلوس وموت فقير، ده معناه ان انا ما عرفتش اوصل للي انا عايزه. فالمال احد اشكال النجاح، لكن المال، السلطه، الشهره، حب الناس. بعض الناس اللي على قدهم يقول لك الحمد لله انا طلعت بحب الناس، تقول له لا، ما حب الناس لوحده لا يكفي. طب بالنسبه للقيمه نفسها، يعني لا، في ناس على فكره عندها الاربع عوامل دول بس هو ما فيش قيمه، ما بيقدموش يعني حاجه. يعني قيمه تقصدي ايه؟ يعني اللي بيعملوه ملوش قيمه الا في مجتمعهم ولا في محيطهم. يعني احنا بنشوف ناس كتير جدا مثلا على السوشيال ميديا، لا، محققين شهره، محققين فلوس، محققين نجاح، بس ما فيش حاجه بتقدر. شكلها ايه؟ ترند وبعد وقت هيقع. انت عندك ناس كتيره بلوجرز سنه واتنين دون ذكر اسماء وفجاه دخلوا السجن. لكن تعالي شوفي مثلا اللي قدم قيمه، واحد زي مجدي يعقوب، واحد زي احمد. هي دي النقطه، فكره انه لازم الشخص يكون بيقدم حاجه، بيعمل حاجه. ما هو عشان حضرتك الناس يحبوكي لفتره طويله لازم تكوني بتقدمي قيمه. لكن انا لو مستحيل الناس هتحبني وانا سوري في اللفظ بهرتل لمجرد ان انا ابقى ترند، اقول كلام عبيط ولا اقول كلام يعني يضحك الناس. يعني في نجوم الكوميديا، في ناس في نجوم في الكوميديا ما زالوا لغايه دلوقتي ليهم قيمه عظيمه، ليه؟ او الناس بتحبهم ليه؟ عشان هو كوميديا هادفه، مش مجرد اضحك الناس وخلاص. طب في فريق بيقول لك انا اول ما هتخرج هعمل وظيفه تأمن لي مستقبلي، وفي فريق تاني يقول لك لا انا هعمل مشروع خاص ويبدا، يعني ترجح مين فيهم؟ مين اللي بتراهن عليه ان هو يبقى افضل، مع العلم ان اللي عمل مشروع خاص ممكن يفشل وممكن اللي عمل وظيفه ايضا يفشل؟ بس هو هينجح امتى في التخطيط؟ بس هو السؤال ده سؤال حلو. في ايه؟ افتح مشروع ولا اشتغل وظيفه عاديه سواء في الحكومه او قطاع خاص؟ كل الناس فكرت التفكير ده. السؤال هنا، في ناس اللي هم بنقول عليهم رواد الأعمال الناجحين يمسك التراب يبقى ذهب، فهو عنده هذه الملكة. في ناس تانية ما عندهمش هذه الملكة، يبقى يعمل إيه؟ يدخل وظيفة ويترقى فيها ويكبر فيها. في ناس يعني مديرين شركات كبار يقول لك كده، تتكلم معي يقول لك أنا لو اديتني مشروع ما أعرفش أكبر مشروع، لكن أنا أشتغل في شركة وموجودة وعندها سيستم أنجحها. فهي برضو نرجع باك تاني لفكرة إمكانياتك إيه، وما تجريش ورا اللي انت شايفه. انا شايف مصطفى عمل مشروع وعمل فلوس كتير فانا اعمل زيه، لا، انا عندي امكانياته اعمل زيه، ما عنديش امكانيات يبقى اروح في الحاجه اللي تخليني انجح. لكن هو الشباب احيانا الحاجه اللي بتزغلل عينيه الفلوس السريعه، ودايما يعني عايز اقول لك حاجه صغيره، معظم الناس اللي انا بشوفهم عاملين فلوس سريعه تقعد كده تدور وراه تلاقي غالبا عامل حاجه غلط. يعني ما فيش حاجه في المنطق ان انا في لحظه اكون مليار جنيه، مستحيل. يعني مهما كنت حضرتك عبقري، ايه اللي هيخليك في خلال سنه او اتنين او تلاته تعمل مليار جنيه؟ ايه اللي غالبا هتكون حاجه عملت حاجه غلط. واللي عمل حاجه غلط في الاخر يعمل ايه؟ انت نجحت سنه او اتنين بعد كده رحت فيه كارثه بكل لانك ما كونتش خبره كمان. يعني لا خبره ولا مشيت على الارض صح. يعني مش فاكر كان مين اللي قال لك الاشجار التفاح او التفاح لا يسقط بعيدا عن اشجاره. يعني عايز يقول ان لما يكون الاب والام ناس محترمين بيطلعوا اولادهم بالمنظر ده. انا عايز اطلع ابني واحميه من فكره
لا خلي بالك ده معاه فلوس كتير بس ممكن يطلع حرامي في الاخر. وانت لازم وانت بتعمل فلوس يبقى عندك العنصر الاخلاق، انا ما اعملش فلوس بشكل غير يعني. صح. وظائف كتيره جدا ممكن تتربح من خلال اشكال يعني للاسف غير اخلاقيه. طبعا يكون راس مال تتربي ابن راس ماله هو نفسه، هو قدرته، هو عقله، هو اللي يقدر يعمله لنفسه أيا كان الظرف. والله كان معاه فلوس ومقتدر وحصل ظرف يقدر يبتدي من الأول، حصل ظروفه كويسة يقدر يكبرها، يقدر يضيف قيمة لنفسه. احنا عندنا مشكلة يا جمانة في حاجة، الناس اللي هم بيعانوا من الفقر أحيانا الفلوس بتزغلل عينيهم، فبقى عايز يجري يوصل يحقق، لأن هو شايف أن الفلوس كانت المصدر اللي سببت له الحرمان، فبيدور بقى على اي وسيله عشان. فانا كاب وانا كام احاول بقدر الامكان ان انا اقلل تاثير الحرمان على ابني عشان ما يوصلش لمرحله انه اي مصدر يجيب له فلوس واتيفر المصدر ده ايه يجري وراه. ودي نقطه مهمه جدا يعني. صحيح. احنا يعني استمتعنا جدا مع حضرتك، قدمت افكار كتير لشبابنا، نتمنى ان يبقى في تخطيط حقيقي، نتمنى ان هم يدرسوا الكلام ده بشكل علمي ومنهجي، نتمنى ان هم يشوفوا ان الموضوع ما يعني ما بيجيش صدفه. حتى لو الوالد أو الوالدة ما اكتشفوش قدراتك، أنت ممكن تنمي حبك للموضوع. أنا بحب المجال الفلاني، هكبر فيه، هنمي فيه نفسي، هستغل فيه قدراتي، سواء كنت طالب في المدرسة أو في الجامعة أو حتى تخرجت وعندك شغف في حاجة معينة، اشتغل حاجة اللي بتحبها بالتأكيد هتنجح فيها. بشكرك دكتور رأفت يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية، نورتنا يا فندم. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم اجتمعوا مع مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم. تمت مناقشة البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة. فريق باتروجات نجح في الصعود للدوري الممتاز بعد الفوز على فريق رايا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدور الثاني في دوري المحترفين مرحلة الصعود. منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني المصري ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين. فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فاز على فريق دي جي اس بي الكونغولي بنتيجة 29-20 في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقي، وبكده الفريق حصد برونزية البطولة. إسلام أسامة بطل مصر في سلاح سيف المبارزة توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين والمقاومة حاليا في الرياض بالسعودية. الثنائي المصري ناردين جرس ومصطفى السرتي تأهلوا لبطولة العالم للسكواش للمحترفين واللي بتقام بمصر خلال شهر مايو المقبل. فازت ناردين جرس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم على مواطنتها نادين الحمامي بنتيجة 3-0. والنجم الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر فاز بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح خلال شهر مارس الماضي. فريق باريس سان جيرمان فاز على برشلونة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب البارسا في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصبح مجموع نتيجة المباريتين 6-4 وتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. فريق دورتموند اتأهل لدور نصف النهائي بعد ما فاز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه في العودة بنتيجة 4-2، وده في المباراة اللي أقيمت في لقاء الإياب للدور ربع النهائي، وبكده دورتموند هيواجه باريس سان جيرمان في نصف النهائي. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع مصطفى وجمانة.
نشكرك يا هالة، شكرا جزيلا. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، موضوع بيهم ناس كتير جدا. في تحذيرات الحقيقة كتيرة من تناول الكافيين الخام في صورة مكملات غذائية كمشروب للطاقة أو حتى في صورة أقراص بتتباع على وسائل التواصل الاجتماعي بدون أي رقابة على هذه المكملات. ده طبعا ممكن يشجع الناس على تناولها برغم من أنها تركيبات مضرة جدا بالصحة ومتنفعش أبدا أنها تكون بديلة القهوة. الحقيقة أن استخداماتها كتير جدا يا مصطفى، في للتخسيس وفي للذاكرة وفي للنشاط والحياة، يعني في قصص كده كتير قوي. ده حقيقي جدا. القهوة تحديدا يعني الدكاترة بيقولوا لنا 2 على أقصى تقدير خلال اليوم، فلما تبقى مركزة بهذا الشكل، وفي منها بيسموه ديث كوفي كمان، وتخش تتمرن بيها، ده هيعمل إيه في القلب؟ في ناس بتبدل ده بعيدا عن السابلمنتس أو المكملات اللي بتخش بيها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن خطورة تناول الكافيين الخام. الدكتور خالد مصلحي أستاذ كلية الصيدلة بجامعة القاهرة مشرفنا النهاردة على الهاتف مباشرة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، زي حضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. في تحذيرات كتيرة جدا بسبب الكافيين الخام اللي موجود في المكملات، وبيخش في إطار إن هو نوع من أنواع تنشيط القلب علشان تخش الجيم. أضرار هذا الأمر إيه فندم؟ في البداية أنا بشكر حضرتك جدا والأستاذ جمانة إن كنتوا طرحتوا الموضوع ده، الموضوع في غاية الخطورة. بداية احنا ما كناش نتخيل في يوم ان احنا ممكن نتكلم عن الكافيين الخام وانه يبقى يكون متداول في ايد المستهلك، يعني دي تعتبر كارثة حقيقية. احنا طبيعة في فرق كبير قوي بين ان انا اخد كافي او قهوة النبات نفسه وبين ان انا اخد الكافيين الخام اللي هي المادة الفعالة في القهوة. يكفي ان اقول لحضرتك ان فنجان القهوة فيه 50 ميلي جرام كافيين. اللي احنا بنقول ممكن ناخد 1 أو 2 أو 3 بالكتير قوي في اليوم. يعني التوتال بتاعنا بتاع الكافيين كله طول اليوم ممكن يبقى 150 ميلي جرام 200 ميلي جرام في اليوم. تتخيل حضرتك الكافيين الخام دوت المعلقة منه ممكن يبقى فيها حوالي 3 جرام 2 جرام مش ملي جرام، يعني حضرتك بنتكلم في 1500 ملي جرام. ده شوف حضرتك الفرق بين 50 ملي جرام و 1500 ملي جرام، يعني ما يعادل مثلا 30 فنجان قهوة في اليوم. المعلقة الواحدة من الكافيين الخام المتداول بيعادل، فطبعا خطورته كبيرة جدا. حضرتك بتقول الخطورة، اللي احنا بنتكلم عن الخطورة بقى، احنا تعدينا مرحلة ان احنا بنتكلم عن قهوة، احنا بنتكلم عن كافيين خام. طبعا احنا هنخش في مرحلة التوكسيستي او السمية بتاعت الكافيين، لكن الجرعة الزيادة من الكافيين عموما بتبقى ليها تأثيرات على الجهاز العصبي، صداع، قلق، توتر، عصبية، ليها تأثير قوي جدا الجرعات الكبيرة من الكافيين على زيادة سرعة ضربات القلب وبتعمل رعشة في العضلات وارتفاع ضغط الدم، حتى الجهاز الهضمي ما بيسلمش من مخاطر الجرعات العالية من الكافيين. في أمراض كتير مرتبطة بالعصبية زي قولون العصبي والارتجاع والتهابات المعدة، دي كلها يعني الآثار الجانبية بتاعت الجرعات البسيطة بتاعت القهوة مش الكافيين الخام بتعمل كده. ما بال حضرتك بقى بنستخدم كافيين خام اللي بنقول يعني قلنا تقريبا 30 فنجان قهوة في اليوم. طب يا دكتور، يعني واحنا بنقول كل هذه الآثار الجانبية، أكيد يعني شفنا الموضوع، شفنا القهوة الخام زي الكافيين الخام زي ما حضرتك تتكلم، بيسوقوا له ازاي؟ يعني بيسوقوا له بإيه؟ إنه يقدر يعمل إيه؟ احنا عندنا صلاة الجيم دايما في اعتقاد خاطئ او في ميس اندرستاندينج دايما ان القهوه دي من مشروبات الطاقه او حاجه بتدي طاقه، هي منبهه للجهاز العصبي ما بتديش طاقه. وفي خطوره جامده جدا على الكافيين الخام بالذات ان هو الناس بتاخده وبتخش مثلا صاله الجيم عايزه تلعب كارديو دوت بيعتمد على ان هو بيزود معدل ضربات القلب بطريقه معينه. طب ازاي وانت داخل عايز تزود معدل ضربات القلب من 70 الكافيين اصلا بيزود معدل ضربات القلب كمان؟ طبعا، فانت اوريدي انت داخل بالكافيين الخام ضربات قلبك 120، يعني انت عايز تزوده من 70 ل 100، انت داخل اصلا اوريدي بالكافيين الخام فوق ال 120، وهيلعب بقى الاكسرسايز. لما يجي يلعب الاكسرسايز بتاعه اللي هو الكارديو هيوصل ممكن يعدي ال 200 و300، وديت ممكن يحصل مشاكل كبيره وصادن ديث في ساعتها على طول، يعني ممكن يحصل موت مفاجئ في ساعتها وتوقف عضله القلب، لان هو واخد جرعات مش موجوده في الكتب. يعني الجرعات دي بقول لحضرتك احنا ما درسناش الكلام ده في الكتب، لان عمرنا ما تخيلنا ان الكافيين الخام يبقى متداول في ايد الناس. فدي مشكله كبيره، وبدايتها كانت دايما صلاه الجيم، الحاجات الغير مرخصه اللي بتعمل في بير السلم. ويمكن منظمه الغذاء والدواء الامريكيه حذرت من الكافيين الخام ده من فتره، ورغم كده لحد دلوقتي متداول، والناس مش مدركه ان في فرق كبير جدا بين الكافيين الخام والقهوه. يعني في فرق. وعايز اقول لحضرتك حاجه،
الجرعات اللي بتاعت القهوة اللي احنا بناخدها زي ما حضرتك قلت كده والأستاذ مصطفى قال في الأول ان احنا نشرب فنجان او اثنين او ثلاثة ممكن ثلاثة، احنا حتى ديت مفيش حد يقدر يجزم بالجرعة بالضبط. احنا بنقول دايما من 200 ل 300 ملي جرام كافيين في اليوم التوتال كافيين، نعمل حسابنا احنا ممكن نشرب شاي، ممكن نشرب شاي اخضر الكولا فيها الكافيين كل ده كافيين، يعني التوتال بتاعنا الاجمالي بتاعنا طول اليوم مفروض ما يزيدش عن 200 300 ملي جرام كافيين. تخيل حضرتك دي كمان داخل فيها فاكتور تاني، مدى استجابة الشخص. في ناس حساسة جدا للجرعات القليلة في الكافيين، وفي ناس حساسه مش حساسه قوي للجرعات، يعني حتى الجرعه اللي احنا بنقولها ديت داخل فيها فاكتور بيرسونال اكتر او شخصي اكتر، ممكن ناس من 100 ملي جرام تتعب. طب يعني خلينا ناخد الموضوع 200 ملي جرام 300 ملي من 200 ل 300 ليه؟ علشان انا مختلف عن الشخص الثاني عن الثالث عن الرابع، استجابتي للكافيين مختلفه، في ممكن ناس تتعب انا دلوقتي انا بتكلم على الكافي العادي ما جتش ناحيه المكملات كمان اللي هي غير موجوده اصلا، احنا دخلنا كده في اريا ثانيه خالص. صحيح. وفي ادويه احنا بناخدها ممكن تاثر على تزيد تفاعليه الكافيين، يعني لو حد بياخد برد ادويه برد فيها مشتقات الافيدرين دي بتزيد سرعه ضربات القلب اكتر، فدي لازم نحطها في الحسبان فاقلل القهوه بتاعتي. ده بنتكلم على القهوه. طيب الى متى هتظل صلاه الجيم او الصلاه الرياضيه جزء كبير جدا منها بعيد عن الرقابه؟ احنا يا دكتور بنشوف كوارث، احنا بنشوف حقن بشباب صغير بياخدها عشان يطلع عضلات، بعد كده بنشوف كرياتين ومش عارف بروتين ومش عارف ايه، وهو مش فاهم بياخد ايه ومش عارف ايه، وبنشوف ابطال رياضيين عاملين مسابقات وحاجات عالميه بيموتوا، وبنشوف قهوه بياخدوا فيها كافيين خام مش 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 قهوه بلبن او قهوه معموله بشكل تقليدي. فلغايه امتى يعني؟ اقول لحضرتك هو بدايه المكملات الغذائيه مكانها الطبيعي في الصيدليه مش صلاه الجيم. تمام. المكملات احنا ما عندناش لايسنس بتتباع في صلاه الجيم، في بيع مكملات غذائيه بره الصيدليه. تمام. فطبعا لو هو مترخص هيبقى موجود مكانه الطبيعي على الرف في الصيدليه، فهياخد الريكومنديشن او الكونسلنج او الاستشاره من الصيدلي اللي واقف في الصيدليه قبل ما يبدا ياخده، ويستحسن يبقى فيه دكتور طب رياضي في صاله كل جيم، يعني احنا لما نيجي نرخص صاله جيم لازم يكون في دكتور طب رياضي متخصص، ما ينفعش اخد اي حاجه وانا داخل من على الرف في الجيم وابدا اخدها، شكل العلبه بيبقى شيك جدا وشكله مرعب ومغري جدا بالظبط ومعمول في بير سلم بره، يعني المشكله دي على فكره مشكله عالميه مش مصر بس. يعني الحاجات اللي بتجي لنا فعلا مستورده وعندهم بير سلم بره وبره، بس شويه الوعي زياده بره. يعني الوعي ده وطبعا كلام حضرتك مهم جدا جدا، الرقابه على صالات الجيم دي البدايه، الرقابه على صالات الجيم والرف اللي بيتحط في صالات الجيم فيه منتجات مجهوله المصدر من امينو اسيد وكرياتينين وي فالحاجات دي كلها. طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه، مش صالات الجيم بس، دلوقتي حضرتك السوشيال ميديا مليان مكملات غذائيه غير مرخصه، والسوشيال ميديا اسرع مننا احنا كواحد متخصصين في الحاجات دي كلها بيوصلوا للناس اسرع ومش موجودة على الرف في الصيدلية برضو. حضرتك في موضة الأيام دي برضو القهوة الخضراء علشان التخدير. ده كان سؤالي بقى لحضرتك يا دكتور. نعم؟ ده كان سؤالي بقى لحضرتك، الجرين كوفي أو القهوة الخضراء اللي بتستخدم للتخسيس وبتعلي معدل الحرق في الجسم وبنشوف عليها إعلانات غريبة جدا. القهوة الخضراء لو مترخصة المفروض ان احنا في نفس الجرعه، على فكره الكافيين ما بيختلفش كتير بين القهوه الخضراء والقهوه المتحمصه. الفرق بينهم قليل جدا في نسبه الكافيين، الفرق بينهم بقى بيبقى اكتر في ماده مضاده للاكسده اسمها كلورجينيك اسيد، مواد فينوليه كده. المواد الفينوليه ديت لو زادت عن حدها بدل ما بتحمي جدار عضله القلب والاوعيه الدمويه بتبقى ضرر وبتبقى عرضه انها تكون جلطات. فبرضه الشاي الاخضر والقهوه الخضراء برضه بسمع الناس يقول لك انا باخد خمس ست كوبايات في اليوم، انت اخر كوبايه او اثنين برضه ليه خمس ست جبتوها منين خمس ست كوبايات؟ صراحه رغم ان هي في بتزود معدلات الحرق، ونحط في حسباننا ان الشخص اللي عنده دهون زياده ده اوريدي اصلا الجهاز الدوري بتاعه والاوعيه الدمويه اصلا مش مستحمله، هو عنده ضيق في الشرايين وضيق في الاوعيه الدمويه فالموضوع مش مستحمل اصلا. فلما بياخد جرعات كبيره من القهوه الخضراء ليه احنا تتحسب من الكافيين بتاع التوتال بتاعي في اليوم واخد مره واحده او في اليوم سواء القهوه الخضراء او الشاي الاخضر؟ كلمه اخضر خادعه، نسبه الكافيين في القهوه الخضراء والشاي الاخضر زي الشاي العادي والقهوه العاديه ككافيين، الماده المضاده للاكسده. ربنا سبحانه وتعالى خالق مواد كتير جدا في القهوه مفيده،
بس في الجرعات المتوازنه، في توازن رباني جوه القهوه، بس احنا اللي بنبوظه بالجرعات الكبيره. كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب ضده طبعا. يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد مصلحي الاستاذ بكليه الصيدله جامعه القاهره على كل هذه الايضاحات يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. في الحقيقه في تميز جديد حققه فريق طلابي من جامعه حلوان في المسابقه العالميه للتصميم الانشائي والمعماري للمباني المقاومه للزلازل. المسابقه دي مسابقه دوليه بيتم تنظيمها من جانب معهد ابحاث هندسه الزلازل في الولايات المتحده الامريكيه. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور عمرو عبد الهادي عميد كليه الهندسه بجامعه حلوان، منورنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحيه تفاصيل هذا المشروع اللي قدمه طلاب الهندسه للتصميم الانشائي والمعماري للمباني المقاومه للزلازل. هي الحقيقه المسابقه دي يعني معهد ابحاث هندسه الزلازل في الولايات المتحده الامريكيه، ده معهد طبعا متخصص في موضوع الزلازل، والمسابقه دي هو بينظمها بقاله عدد من السنين. احنا عندنا الحقيقه في فريق مقوم في الكليه عندنا، احنا طبعا عشان الشباب عندنا يعني نتوسع في ان احنا يعني ننمي مواهبهم، فعاملين فرق في الكليه، فرق تخصصيه في الهندسه الانشائيه، في الهندسه الميكانيكيه، في التخصصات. فالحقيقه عندنا فريق مميز جدا اسمه اتش يو ام، ده كل سنه يعني بقى لنا حوالي 5 سنين بنشترك في المسابقه دي في الولايات المتحده الامريكيه، والحمد لله يعني كل سنه بنطلع من مركز لمركز يعني متقدم. السنه دي الحمد لله احنا خدنا المركز الثالث على 47 دوله، رغم ان يعني وده يعتبر انجاز لمصر طبعا، رغم ان احنا يعني الدوله الى حد ما الحمد لله ربنا كرمنا وبعيد عن مثلث الزلازل، هزام الزلازل وبعيد عن يعني لفتره قريبه ما كناش بنراعي قوي مواضيع الكودنج او الزلازل في الكودنج المصري، انما الان بدأنا نراعي الكلام ده، ورغم ان الطلبه دي من دوله زي مصر، دوله يعني بعيده عن موضوع الزلازل، الا ان احنا خدنا المركز الثالث على مستوى العالم، 47 دوله على مستوى العالم، وده يعني انا شايفه انجاز كبير جدا. طبعا اكيد. طبعا المسابقه بيقسموها لجزئين، جزء تصميم معماري، لذلك الطلبه كان فيها طلبه من عندنا من هندسه معماريه، وبعد كده بيعملوا التصميم الانشائي لهذا المنشا اللي هم عملوه. الفريق مش هو الفريق طبعا كبير جدا، احنا عندنا زي ما بقول لحضراتكم كده فرق تخصصيه جوه الكليه، فعندنا العدد كبير جدا من الطلبه، مجهود مشترك يعني يا دكتور. انما طبعا أي. مجهود مشترك، انما اللي مثل الفريق هم الطلبه اللي سافروا لفرنسا، اللي سافروا لامريكا، وطبعا يعني معاهم استاذ كبير صحيح متخصص في الموضوع ده. صحيح. طيب يعني يا دكتور يعني لو عايزين نحول هذا الامر ان هو يخرج من دايره البحث العلمي اللي في الدرج لمشروع على ارض الواقع، تفتكر محتاجين ايه؟ والله يا فندم احنا محتاجين اراده، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كل الامكانيات الدوله الحمد لله، يعني احنا عندنا احنا لما الفريق احنا بقى لنا 5 سنين بقول لحضرتك الطالب اللي بيسافر بالفريق كله دعا على الجامعه هي اللي موفره له التكاليف، فالدوله موفره كل الامكانيات انما ان الطلبه تشتغل، وانا بقول لحضرتك احنا عندنا من الشباب الامكانياتهم عاليه جدا، انما احنا نوظفهم كويس. احنا الحمد لله من قيمه شهرين كنا برضو في مسابقه في تايلاند، برضو خدنا المستوى الاول على مستوى العالم في حاجات تانية في الميكانيك، فاحنا عندنا شباب خلاق مبدع. احنا كان عندنا برضو شباب من 4 شهور انتجوا الهيدروجين الاخضر جوه المعمل تمام، وحاليا احنا دعمناهم يعني مش عايز اقول لحضرتك مبلغ 50,000 لمجرد ان هم. ايوه يا دكتور انا متفق مع حضرتك في كلمه الاراده، لكن اديني خريطه الطريق. انا بسال حضرتك، حضرتك دلوقتي معاك المايك، بالطالب الدوله نعمل ايه؟ مطلوب احنا مثلا احنا واحد اثنين ثلاثه اتفضل. احنا بدانا فعلا في الكليه عندنا بدعم طبعا رئيس الجامعه، واحنا موفرين في الجامعه حوالي 10% من ايرادات الجامعه للبحث العلمي. فانا دخلت بعض الشباب والفرق اللي عندنا اقترحوا ان هم يعملوا يعني خدنا الشباب او المشاريع اللي هي فعلا احنا شايفين ان هي مميزه عن طريق تشكيل، شكلنا فريق في الكليه من اعضاء التدريس المتخصصين واللي لهم ابحاث مميزه على مستوى العالم مش في مصر بس، وبدانا ندعم المشاريع دي. باكوره الانتاج عندنا ان احنا بدانا نطلع هيدروجين اخضر، وبدانا يعني هنعمل بيه جزء في الكليه ننوره، وبعد كده نبدا نسوقه في التسويق جوه مصر.
كمان شباب عندنا عملوا كرسي هزاز بيبدا يتحرك زي عارف حضرتك الحاجه اللي هي العجله اللي هي السكيت اللي هم الطلبه اللي هم او الشباب اللي بيقفوا على بتاع دي ويمشوا بالبلوتوز. بدانا نعمل كرسي كرسي للطلبه اللي او اللي هم اللي هم ذو الاعاقه اللي هم كرسي العجل او كرسي العجل ده بس يتحرك بقى بالبلوتوز بحيث ان او يتحرك بالاشارات بحيث ان اللي قاعد عليه حركه بالاشارات. ففي بعض عندنا زي الحاجات دي احنا بنبدا ندعمها في الكليه ونبدا ان شاء الله نسوق. طبعا عندنا قسم سيارات قسم مميز جدا عملنا السنه اللي فاتت يعني موديل العربيه والكهرباء يا دكتور. يمكن زي ما كان مصطفى بيقول لحضرتك كل ده هايل واحنا كلنا ثقه ان احنا عندنا مواهب مصريه قويه جدا وعندنا دكاتره تقدر تشرف على كل هذه المشروعات، لكن مهم جدا انه الاولاد او اعضاء الفريق دول حتى الدكاتره المشرفين على هذه الابحاث يشوفوا شغلهم على ارض الواقع ويشوفوا النور عشان يبقى حتى عندهم شغف ويبقى عندهم يعني قادرين ان هم يشتغلوا اكتر ويبتكروا اكتر. فدي نقطه فعلا مهمه، نتمنى ان احنا كل هذه المشروعات تنفذ على ارض الواقع وتخرج بره اطار الورق اللي هو بالمناسبه مهم جدا 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 كمان. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو عبد الهادي عميد كليه الهندسه بجامعه حلوان، شكرا لك. دلوقتي هنسيب حركه مع موجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحمله، اتفضلي هلا. شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين. تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي. وخلال اللقاء تم التأكيد على رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا بمخيم وسط مدينة رفح مما أسفر عن شهداء ومصابين، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنود وحدة النخبة في سلاح الجو بجروح خطيرة في اشتباكات شمال قطاع غزة. يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، وجاء في تقرير اطلعت عليه رويترز من لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب أنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير. من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنها لا ترى إمكانية مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أعلنت الأمم المتحدة أنها ستوجه اليوم نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي. وأعلن أندريا دي دومينيكو منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن 90% من المبلغ مخصص لغزة، موضحا أن الخطة الإنسانية للعام الحالي قدرت بداية ب4 مليارات دولار لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية. قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات للفلسطينيين أمر غير مقبول، داعيا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال إلى تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بلاده ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني. وأعرب سوليفان عن توقعه بأن يفرض حلفاء واشنطن عقوبات أيضا على إيران. وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط لتقويض فاعلية قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. تستضيف السعودية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مفاوضات جديدة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية إن إعلان خبر استئناف المفاوضات تم في باريس الاثنين الماضي على هامش مؤتمر دولي تمكن من جمع أكثر من 2 مليار دولار للسودان. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة ثانية. حالة الطوارئ بقت في كل بيت، امتحانات آخر السنة خلاص على الأبواب. في فريق من الأسر المصرية يسهل الموضوع على أولاده، ما بيشدش وبيعتمد أو بيرفع راية إن ذاكر كويس طول السنة وإدي شوية لنفسك علشان تبقى مطمن. وفي فريق من الأسر بيشد جدا. خلينا نتفق إن التوقيت ده بيبقى صعب على كل الطلاب وكل الأسر، عشان طبعا التفكير بيبقى طول الوقت إزاي هدخل الامتحانات، إزاي هحل الأسئلة، إزاي هجيبوا درجات عالية. وده بيخلق ضغط كبير على الأسرة وعلى المحيطين بالأسرة وعلى المعلم وعلى الطالب نفسه. طبعا يا مصطفى، فكرة انه ازاي اولياء الامور او البيوت المصرية والطلاب يستقبلوا امتحانات نهاية العام باكبر قدر ممكن من المعلومات، وايه هي الطرق البسيطة اللي من خلالها الطالب يقدر يحل اكتر في الامتحان، دي اسئلة هنعرف اجابتها من دكتور احمد عبد الرشيد استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. خليني يعني أعيد كده صيغة السؤال، هل فكرة الطالب أنه يدخل الامتحان بأكبر قدر من المعلومات، ولا أنه المفروض الطالب يكون فاهم ومستوعب أصلاً اللي هو بيذاكره؟ الحقيقة السؤال اللي حضرتك تفضلت بطرحه أستاذة جمانة ده مهم جدا. ده بيلخص العديد من نواتج التعلم المستهدفة في العملية التعليمية، سواء ما قبل جامعة أو أندر جراديون أو مرحلة الدراسات العليا أو حتى التعليم الجامعي. احنا لازم يكون التعلم الهادف او التعلم اللي هو قايم على فكره التعلم ذو المعنى، اللي هو فكره بقاء اثر التعلم. انا مش رايح المدرسه عشان احصل مجموعه من المفاهيم حفظ نظري بحت، اخلص الامتحان النهارده تاني يوم تيجي تسالني في اللي انا امتحنته امبارح ممكن اكون ايه مش قادر اجاوب صح. ليه؟ لان هنا التعليم قايم على فكره الحفظ النظري الالي، لكن انا لو فرض دربنا أولادنا في المدرسة أو في الجامعة أو غيره على أن هو يستثمر ما يقوم باكتسابه من خبرات في إضافة لشخصيته. عشان كده هو الطالب بعد ما بيخلص الجامعة حتى أو بعد ما بينتقل من صف دراسي لصف دراسي آخر، إيه اللي هو أصبح راسخ في عقله وإيه اللي هو اكتسبه من مهارات وقدرات يضيف عليها في الصف اللي بعده أو يضيف عليها بعد ما يتخرج. يعني ممكن الطالب بعد ما يتخرج من المنظومة التعليمية هو أخذ ليسانس أو أخذ بكالوريوس في إيريا معينة أو في سياق معين، ممكن يعمل تدريب تحويلي، يبقى هو هنا مستمتع بالعملية التعليمية وليس هو قايم على فكرة الحفظ النظري البحت. نعم. وبناء عليه يا دكتور، نعم، خلينا نصنف الأسر المصرية ونشوف كل أسرة منهم بتتعامل إزاي مع أولادها. إيه أفضل وسيلة للتعامل التربوي الصحيح مع أبنائنا قبل الامتحانات؟ الضغط كتير غلط، وبرضه ان انا اسيب الطالب كتير غلط. في ناس تقول لك خليه يذاكر مع اصحابه بيفهم احسن، في ناس بتقول لك لا الدروس احسن. روشتة لكل الاسر المصريه. نعم استاذ مصطفى، فكره ان انا ايه لازم اكون مدرب ابني انا كولي امر في المدرسه منذ المراحل التعليميه الاولى من ابتدائي واعدادي وثانوي وصولا للجامعه. انا لازم اكون مدرب ابني ان هو يكون ليه جدول دراسي خاص لمذاكرته خاص ليه هو، مش زي ما زميله الاخر اللي هو في نفس المرحله العمريه بيذاكر زي زميله. لا، هنا فكره انا لازم ما فيش اي مشكله يبقى في استراتيجيه تعلم بالاقران زي ما تفضلت حضرتك، الطلبه تذاكر مع بعضها البعض بس في ايه بحساب.
يعني انا دلوقتي اثناء الفصل الدراسي من الممكن ان الطالب مثلا يوم في الاسبوع يذاكر مع زملائه الايه اقرانه اللي هو الايه المذاكره الايه الجماعيه، لكن في نفس الوقت لازم الطالب يكون في منزله ليه بيسموها طقوس خاصه به هو كفرد. عشان كده احنا بنسمي في حاجه اسمها استراتيجيه ديفرنشيشن اوف تيتشنج او استراتيجيه تفريد التدريس. هل من المطلوب من ولي الامر ان هو يمنع اولاده الطلاب ما يذاكروش مع اقرانهم او مع زمايلهم في نفس المرحله التعليميه؟ لا، احنا مش بنقول لهم كده، احنا بنقول لهم يذاكروا ما فيش اي مشكله بس بحساب، لكن حينما يقترب وقت الامتحان لابد ان الايه يبقى فيه بقى فكره اتخاذ القرار الفردي اللي هو خاص بالطالب. لان على فكره هو الامتحان انا كولي امر وحتى المعلم في الجامعه او حتى ما قبل الجامعي، لو انا دربت الطالب على فكره اتخاذ القرار، انا مش بروح، انا اسف في الكلمه، باسرد معلومات نظريه عشان اجيب على سؤال الف او باء في اطار عشوائي، لا يا فندم، ده انا بجاوب وباخد قرار، اجاوب اخد المعلومه دي من السطر الفلاني واربطها مع الصف مع السطر العلاني وكذا عشان انا واخد قرار عشان اجاوب على السؤال بترتيب علمي صحيح وفقا لقدراتي انا كطالب. عشان كده لو تسمحوا لحضراتكم انا اتحدث برضو في جزئيه معينه، وفكره هنا في اطار متبادل ما بين الممتحن والممتحن. الممتحن هو الاستاذ اللي هيضع الاختبار، هو مش بيضع الاختبار هنا في اطار عشوائي، لا ده في حاجه اسمها جدول مواصفات الاختبار في اوزان نسبيه محسوبه بدقه وبعنايه. وانا لو تسمحوا لحضراتكم برضو في 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 نفس السياق، لا قبل بس ما نروح من قصه الممتحن والممتحن دكتور، عشان عايزين بس نبسط المواضيع للاسر المصريه وللساده المشاهدين، ننصح الاسر بايه؟ نعم، ننصح الاسر اول حاجه نكون جنب اولادنا، ايه مش يعني نحاول نحول الامتحان من ان هو محنه لو انجاز التعبير لمنحه. ازاي يا فندم؟ ازاي انا كولي امر انا شايف ابني بيتغدى معاه او بيتعشى مثلا، طيب شايفه مضطرب، طيب ابدا اساله، ابدا اقرب منه، بابا انت في كذا، ابدا اساله، احاول بقدر الامكان يبقى في حوار بينه وبين ابني. طيب الطالب ابني حاسس ان في بابا اصل انا في الماده الفلانيه اللي جايه بعد اسبوعين صعبه جدا وانا حاسس بكذا، بابا انت لا ده انت شاطر وخلي بالك، ده انت ايه ما رايك، ده انت هتجيب درجات في الماده دي اكتر من ايه من ماده اخرى، وبعدين انت حبيبي انت مش ايه مش اول مره تمتحن، ده انت في كذا، ده انت في كذا، ده في كذا. لان لو انا سبت الطالب انا كولي امر وما صاحبتهوش اثناء الامتحان كولي امر سواء الاب او الوالد او الوالده، يبقى انا في الحاله دي ابني بيروح المدرسه بيمتحن للاسف الشديد بعد ما بيجي من الامتحان بنلاقي بقى بعض اولياء الامور بيسالوا اولادهم بابا انت عملت ايه في الامتحان، ويبدا بقى يجيب الكتاب وهو يراجع معاه ويذاكر له دي افضل طريقه بالظبط، ويبدا ان هو ايه كان هنا في معلم مع الطالب في الاسره او في المنزل. برضو لو تسمح لي حضرتك الطالب نفسه بقى احنا انا كولي امر مدرب ابني على فكره اتخاذ القرار، هو ليه شخصيه مستقله، هو عارف امتى يذاكر وعارف الماده دي انا لو عندي 6 مكررات في المكرر همتحنهم بقى على مدار 6 امتحانات، طب انا عارف هذاكر الماده الف اللي هي اول يوم في الامتحان يوم امتى، والماده باء همتحنها هذاكرها امتى، والماده جيم الى اخره. يبقى هنا انا في الحاله دي ايه بنيت قدرات الطالب، مش قصه ان الطالب بيروح الامتحان ومش قادر ياخد قرار. للاسف الشديد احنا لما بنمر في بعض الاحيان في الامتحانات بنلاقي في علامات التوتر تكاد تنتاب بعض اولادنا الطلاب، بنقرب منهم انا كاستاذ في الجامعه بقرب منه بايه بقول له بابا انت في ايه كذا، يقول يبدا بقى يقولوا لنا اصل انا في كلمه يا فندم لو انا افتكرتها هقول الباقي. هنا في الحاله نمط التعلم بتاع الطالب ده ما تمش بناؤه بناء صحيح. ليه؟ لان هو قايم على الحفظ، لان فكره ايه زي ريكوردر كده لو حضرتك تسمح لي، لو في انسيابيه في المعلومات بالظبط كده يا استاذه جمال، ما فيش انسيابيه في ايه في تداعي الافكار. يعني فكره ايه في ناس بمجرد ما ايه ما بيدخل الامتحان هو عنده طقوس مستقله بذاته، خلاص هو دخل الامتحان بياخد قرار بيبدا يراجع ورقه الامتحان، بياخد مراجعه سريعه في حاجه اسمها نظريه اللي التعلم من خلال اللي هو القائم على الجشتالت او الاستبصار. برضو انا كولي امر انا بحاول برضو ابسط المعلومه للساده المشاهدين، ولي الامر برضو لازم ان هو يصطحب ابنه في ايه في ايه المانع ان انا مثلا في بعض الاحيان خاصه في المراحل التعليميه الاولى ابتدائي مثلا، ايه المانع ان انا اروح مع اوصل في بدايه الامتحان مثلا حاسس ان اول يوم ابني مضطرب وحاسس بالخوف والقلق، ايه المانع ان انا اوديه المدرسه؟ مفيش اي مشكله، بس ما اقعدش على باب المدرسه وابدا بقى ايه، لا هنا في الحاله دي ايه انت خلاص اول يوم بدات بطمنه بس يعني بهديه وانه انا معاك وقريب منك فيطمن بالظبط. الحاجه الثانيه يا استاذه جمانه استاذ مصطفى فكره
توفير مقومات الدعم النفسي والاسري في الايه في البيت او في منازلنا، ده مهم جدا. ممكن لو تسمحوا لي في دقيقه هشرحه، ايه مقومات الدعم النفسي والاسري؟ المقصود بيها ان انا احاول بقدر الامكان لو في اي توتر او ضوضاء في المنزل احاول ايه اتخلص منه. طبعا انصح ابني ما فكره التعامل مع الموبايل دلوقتي ووسائل التواصل الاجتماعي في بعض الاحيان بنلاقي اولادنا، ما انا في الاول والاخر اب بشوف اولادي هما بيذاكروا ماسكين الموبايل وحاطينه جوه الكتاب. بالظبط يا فندم، ماسكين الموبايل هو هنا ده مشتتات وشايف بقى ايه الواتساب والفيسبوك وكذا وكذا، ما انت هنا ايه اللي انت مش بتساعد عقلك انه ايه يخزن المعلومات تخزين صحيح عشان تقدر تستدعيها وتستثمرها في الوقت اللي ايه الممكن. فهنا في الحاله دي لازم الاسره تكون ايه برضو عينها على اولادها. ما فيش، انا مش هقول لابني هات الموبايل وهمنعه لا ما تستعملش الموبايل اثناء المذاكره، لا هقول له بابا انت دلوقتي في مرحله لازم حضرتك ان انت تنظم وقتك، الموبايل ممكن تستعمله ساعه مثلا في اليوم تشوف اصحابك وتسلم عليهم وما فيش اي مشكله، لكن ايه حينما تدخل غرفه المذاكره لازم ايه ليك طقوس خاصه. انا شخصيا اثناء فتره الجامعه وحتى في الثانوي كان ليا طقوس خاصه فين في المنزل قبل حتى ما اكون استاذ في الجامعه واتدربت عليها من خلال اسرتي. كانوا انا ليا مكان معين في المنزل، وخلي بال حضر يعني الساده المشاهدين ده مهم جدا ان احنا الايه يبقى في مقومات الايه البيئه الايه المناسبه للاستذكار وللايه وللتحصيل. طيب هل انا قاعد في المكان ده في المنزل بشكل مستديم ولا انا ممكن برضو ايه ما بين الحين والاخر اغير مثلا طريقه المكتب في المكان الفلاني اكثر الرتابه او الملل؟ لان برضو في حاجه اسمها ان يعني لو تسمحوا لي حضراتكم استدعاء الافكار زي ما حضرتك تفضلتي الاستاذه جمانة، هو انا ليه في ناس عندهم سلاسه في التعبير سواء برايتنج يعني تحريري او شفهي، واحد لما تساله سؤال بسم الله ما شاء الله هو عنده التحدث وملك في ليه، لانه هو مرتب طريقه تعامله مع المعلومات واللي هيقراه في الكتاب المدرسي او الكتاب المرجع في الجامعه بطريقه معينه ساعدت العقل البشري ان هو ينظم المعلومات دي في ايه في العقل بطريقه معينه في الخلايا الايه العصبيه بشكل معين. لما يجي الطالب يستدعي هذه المعلومات بنفس طريقه الترتيب هيتم استدعائها. طب افرض انا بذاكر في بيئه فيها ضوضاء او في منزل فيه ضوضاء او كذا، اجي بقى نرجع بقى لنمط اولادنا هو عايز الكلمه الاولى عشان يفتكر بعد كده ايه الحاجات اللي ايه. طيب دكتور احنا هنا بنتكلم على الاسر واولياء الامور اللي عملوا واجبهم من الاول، لكن ماذا لو طالب حصل له اي ظرف، اسره حصل لها اي ظرف، الطالب ما لحقش ان هو يذاكر بالشكل المطلوب، ما لحقش يجمع المعلومات بالشكل المطلوب، واحنا دلوقتي في سيناريو الطوارئ، يعني سيناريو انقاذ ما يمكن انقاذه، روشته التصرف في الحاله دي ايه؟ نعم سؤال مهم جدا. احنا دلوقتي برضه هنرجع انا لازم احتوي ابني، فدلوقتي ممكن يكون بعض للاسف الشديد بعض اولادنا ما ذاكرش من اول يوم في الفصل الدراسي، ما كانش متابع محاضراته او مذاكرته بالشكل ليه الامثل، فنيجي نقول له ايه انت دلوقتي الامتحان مثلا تقريبا اسبوعين على الامتحانات مع بدايه ليه شهر مايو باذن الله. طيب هو قدامه اسبوعين، يبقى لازم هو ايه نقول له من خلال هذا المنبر الموقر من برنامج حضراتكم، نقول له لازم ايه تلحق او انقاذ ما يمكن انقاذه، تبدا تشوف الايه المكرر الفلاني تحط ايه مدى زمني لكل مكرر. يعني انا عندي احسب كده انا كطالب وممكن اولياء الامور برضو يقعدوا مع اولادهم يشوف هو عنده ست مكررات سبع مكررات، طب انا قدامي كام على الامتحان اسبوعين ثلاث اسابيع، طب يبقى انا هدع لكل مكرر توقيت زمني خمس ايام مثلا او اربع ايام وارتبهم ترتيب طبقا للايه ترتيب الجدول الامتحان. طيب اول يوم هذاكر الماده الفلانيه، ثاني يوم هذاكر الماده الفلانيه، كذا 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 كذا. اذاكرها ازاي؟ ما هو احنا بنتكلم في ماده في منهج كامل المفروض ان هو بيدرس وبيتم مذاكرته على مدار شهور، انا دلوقتي في وقت صعب، ازاي يذاكر؟ ازاي يحصل هذه المناهج؟ نعم. لو تحدثنا على السلم التعليمي هنتحدث على ايه؟ مرحلتين، ما قبل جامعي وتعليم جامعي. طيب لو انا مثلا لو تسمحي لي حضرتك هصعب الموضوع اكتر. اتفضل. انا مع ابني اللي هو الطالب اللي هو في ابتدائي وما ذاكرش، ده هنا بقى مش هنقول له بقى اتخاذ قرار والكلام ده، طيب انا كولي امر اعمل ايه؟ في الحاله دي لازم انا برضو ايه اساعد ابني، ابدا اشوف ايه المكررات اللي هو ما ذاكرهاش ابني وابدا ارتبها له بترتيب عقلاني صحيح، ابدا اشوف المكرر ده طب في ايه؟ هاخد الايه المحاور الايه الرئيسيه وابدا اقول لابني ايه الوحده الدراسيه دي الف مثلا في المكرر، المكرر الف مثلا فيه اربع وحدات، هبدا اشوف الوحده الدراسيه دي فيها اربع دروس، طب ايه اللي في الدرس الفلاني دي؟ ايه الجوهر العام بتاع الدرس الفلاني ده؟
وابدا اقعد مع ابني احاول بقدر الامكان اقول له بابا خلي بالك الدرس ده كان بيتحدث عن الافكار الجوهريه. لو تاذنوا لي حضراتكم نتذكر زمان واحنا في الثانوي وفي اعدادي كانوا اساتذتنا يقولوا لنا ايه لما نيجي نكتب موضوع تعبير نحط الافكار الرئاسيه. هي ده يا فندم اللي عايزينها دلوقتي في وقت المحنه. ابني الطالب هو ما ذاكرش المذاكره الايه كما ينبغي ان يكون اثناء فتره الايه الفصل الدراسي. طب نقول له ايه؟ تركز على الايه الافكار الرئيسه للايه للدرس الفلاني، ويبدا بعد كده الافكار الرئيسه دي يبدا بقى يتحدث عن كل فكره. طبعا بيحاول يقرا الباراجراف بتاع كل محور، مش هنقول له يحفظه ولكن هنقول له نحاول بقدر الامكان خد الايه الجوهر العام بتاع الايه بتاع صحيح. طيب لو تسمحي لي حضرتك افرض الطالب دخل الامتحان وهو برده مش مذاكر، نقول له ايه؟ حاول بقدر الامكان في بدايه اجابتك اسرد الافكار الرئيسه. انا عندي السؤال الالف مثلا في خمس افكار المفروض انا اجاوب عليهم، حطهم في البدايه ثم بعد ذلك ايه ابدا ناقش كل فكره. اتفضل. صحيح. على اي حال يعني افكار كتير حضرتك قدمتها للاسره المصريه وللطالب بشكل يعني مخصوص، وايضا للمعلم طبعا لان هم الاطراف بالزبط. اللي بتتعامل مع الطالب في وقت المحنه. في ناس او الدكتور احمد تحديدا اتكلم في البدايه قال لك احنا ممكن نحول المحنه الى منحه، ممكن الناس اللي شايفه ان وقت الامتحانات ده تعصيب، بالعكس ده انا اخد ابني على الهادي كده واقول له انت ذاكرت ايه وما ذاكرتش ايه واذاكر معاه واسمع له. اعتقد يا جمانة دي احلى طريقه ونبعد عن اللوم والعتاب، وزي ما كنا بنتكلم مش وقته، واحنا بنحاول ننقذ ما يمكن انقاذه، نرتب الافكار معاهم، نعمل لهم حتى جدول من غير برضو ما نعاقبهم، يعني جدول برضو فيه متنفس بعض الشيء عشان يقدروا ما يبقوش كارهين العمليه حتى التعليميه وعمليه المذاكره بالزبط. فاحنا يعني عشان كده يمكن اتكلمنا في التوقيت ده تحديدا عن هذا الموضوع عشان لسه يبقى فيه وقت، ونحاول ان احنا نحل الموضوع قبل ما نبتدي نلوم ونعاتب وندخلهم في حاله نفسيه صعبه جدا. على اي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد عبد الرشيد استاذ المناهج وطرق التدريس بكليه التربيه جامعه حلوان، نورتنا يا فندم، نشكرك على كل هذه المعلومات. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا يا دكتور. وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. عاداتنا الغذائية كتير ومتعددة، وفي منها عادات ممكن تكون مضرة لدرجة كبيرة جدا، ومؤخرا للأسف بقينا بنشوف كمان تحذيرات من تسخين العيش أو عادة تسخين الرز. التحذيرات دي بنقول عليها أنه إحنا يعني مش مدركينها أو مش مدركين أهميتها. في ناس بتتكلم عن أن تسخين العيش أو الرز بيحولوا إلى سموم، وإحنا بنعيش بقى سنين يعني بنسخن العيش وبنسخنه على البوتاجاز وبنسخن الرز، يعني في عادات كتير قوي حتى لو انت كنا بنتكلم عليها مصطفى. يعني ده احنا بنتكلم في تسخين ما اتكلمناش مايكرويف. يعني خلينا نعرف تفاصيل. يعني المايكرويف ده بقى قصه كبيره، واعتقد ان كل بند التسخين ده محتاج اعاده نظر مننا كمصريين، لان ده بيمثل خطوره كبيره جدا علينا لو ما خدناش بالنا من شويه تفاصيل صغيره. خلينا نعرف التفاصيل من الدكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه والتغذيه في معهد بحوث وتكنولوجيا الاغذيه. بعد التحيه دكتوره خلينا نتعرف على المواد الغذائيه اللي تسخينها بيسبب خطوره على الصحه العامه. تمام. مبدئيا صباح الخير على حضراتكم استاذ مصطفى استاذه جمانة كل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. بالنسبه للاكلات وسمعت طبعا مداخله حضراتكم اللي هي الخطوره في التسخين، احنا لو عملنا تسخين جيد للاغذيه واللي قبل من مرحله التسخين هو ان احنا حفظناها بطريقه سليمه قبل ما ندخلها الثلاجه، ومده الحفظ بتاعتها وكل العوامل دي اللي هتاثر على سلامه الغذاء اكتر من عمليه التسخين. طيب بمعنى دلوقتي اي اكل سواء رز سواء خضار سواء لحوم سواء اي اكل بروتينات اي نوع من البروتينات، اثناء الطهي بتاعها يجب الطهي الجيد للاغذيه بتاعتي والاطعمه ده. طيب وبعدين تتساب بعد مرحله التسويه بتاعتي ساعتين اثنين مش اكتر في درجه الحراره العاديه، وبعدين بدخلها مباشره للثلاجه. طيب ساعتين بقى احنا دلوقتي في التجارات المناخيه بنلاقي درجه الحراره ممكن في الصيف تعدي ال 40 كمان، يبقى احنا بنقولش خلال ساعه، يبقى ماكسيموم ساعتين
ان الاكل يكون داخل الثلاجه بتاعتي، ده في درجات الحراره يكون منخفضه، ده والربيع ده والشتاء، انما طبعا لو في الصيف يكون اقل من كده. طيب درجه حراره الثلاجه واحنا داخلين على الصيف لازم تكون على درجه حراره 4 درجه مئويه، وحافظ ان ما تتنيش الثلاجه تتفتح وتتقفل كذا مره عشان تنيها محتفظه بدرجه حرارتها بصوره جيده. حفظ الاكل بتاعي، احنا اتفقنا خلاص دخلنا الاكل الثلاجه، براعي الاواني اللي لازم ادخل فيها او احفظ فيها الاكل بتاعي. ما ينفعش ابدا ان انا احفظ الاكل في الاواني الالومنيوم. طب ايه افضل حاجات لحفظ الاكل؟ هي افضل اواني الاواني الزجاجيه، الاواني البلاستيكيه المخصصه لحفظ الاطعمه، واللي احنا بنقول يكون نوع البلاستيك من الرقم 5، تكون خاليه من ماده البيسفينول ايه الضاره اللي احنا اتكلمنا عليها كتير قبل كده. طيب دلوقتي احنا بنطلع بقى الاكل عشان نسخنه وما يبقاش فيه خطوره. الاكل ما يقعدش في الثلاجه اكتر من يومين لثلاث ايام بالكتير. لما باجي بطلع التسخين براعي ان انا اطلع كميات قليله على قد الكميه اللي انا هاكلها، يعني ما ينفعش اقعد اسخن الاكل كله واجي ارجعه تاني وهكذا وهكذا وهكذا. يكون جزء صغير على الاساس اللي انا هاكله في الوجبه بتاعتي. طيب في بدايه التخزين اصلا في الثلاجه لو كميه الاكل كبيره بخلي شويه اللي هاكلهم في الثلاجه خلال يوم او يومين والباقي بيتحط في الفريزر. تسخين الرز والحاجات دي كلها كلام طلع كتير في السوشيال ميديا، ومش الرز بس كذا اكل والفراخ وي وي وي. لو احنا اتبعنا الطريقه دي من ناحيه التسخين فده هيكون كويس جدا. العيش اللي عليه كومنت كتير والناس تتكلم وتقول لك لا ده خطر ومش خطر. لتسخين العيش الجيد انا ما بعرضوش للنار المباشره، بتجنب اللي هو العيش المقمر زي ما بنسميه. علشان اسخن العيش بحطه في دي كانت المفاجاه يا دكتور بقى لينا كلنا، يعني احنا لا انا واحده من الناس شفت طول الوقت حياتنا زمان حياتنا كنا بنحطه على البوتاجاز العيش بيتقمر على البوتاجاز. غلط، النار المباشره ده الغلط ليه في العيش. انا عشان احطه بحطه في الرف الوسط من الفرن او بحطه في الميكروويف لاقل يعني ثواني في الرف الاوسط. طب هل انا مره جيت قمرته كده ولا حاجه خلاص حصلت لي المشاكل؟ لا، سواء المواد الكربونيه اللي هي تبقى متحروقه في الاكل بتاعنا، سواء الاكل المشوي او المتقمر او سواء الماده الاكلاميد اللي بتتكلم اللي تتكون نتيجه تعرض الاطعمه للشويه الحراره العاليه، سواء القلي او الشوي او اللي هو التقنير زي ما قلنا او الكلام ده كله، دي عايزه فترات طويله على المدى البعيد عشان تسبب لي بقى تكون بقى مسقطنه وتسبب المشاكل دي كلها. طب دكتور حاجه العيش احنا بنقول عليها اللي هو التسخين في منتصف الفرن او الميكرويف لثواني، بالاضافه طبعا اللي قلت الحفظ الجاي للاطعمه هيكون ازاي وفي اواني شكلها ايه ودرجه الحراره شكلها ايه وقعد التسخين هيكون ازاي. طيب دكتور بشكل عام برضو عشان بس الميكرويف يمكن خلاص الناس كلها بقت بتستخدمه دلوقتي. صحيح. تسخين في الميكرويف بشكل عام في اي ضرر ليه اي اثار جانبيه ولا هو صحي تماما وامن تماما؟ هو كده لايف ستايل في حياتنا، فاحنا بنقول الميكرويف اهم حاجه اختياره يكون من نوع جيد ماركه جيده، براعي ان هو يكون دايما يعني الباب بتاعه والصيانه بتاعته تمام، ما يكونش فيه اي حاجات اضرار فيه. لما باجي بشغله بكون انا بعيد عن الميكرويف ب 4 متر ابسط مسافه، طب انا المطبخ بتاعي صغير يبقى اطلع بره تماما. اما بحط فيه الاكلات بيكون التسخين لمده ثواني، ما يكونش ابدا، بتجنب تماما اللي هو البرامج الطبخ في الميكرويف دي، اخطر حاجه اللي بتقعد 4 و5 و6 دقائق. طبعا التعرض المدى الطويل ده غلط، كمان عندي اللحوم والاسماك والحاجات دي كلها سواء التسويه بتاعتها بتاخد وقت طويل في عمليه الطهي، فدي درجه الحراره مش هتكون كافيه والمده الخاصه بالمايكرويف، يبقى هستغل في التسخين فقط لا غير لمده ثواني البعد عنه. في قطعه ما بتحطش فيها الالبان ما بتتسخنش فيها، اغذيه الاطفال ما بتتسخنش ما بتخشش فيها، البيض ما بيتسواش فيها، كل الحاجات دي الاحتياطات لو انا اتخذتها فهتكون الدنيا تمام بالنسبه لاستخدامي للمايكرويف. يبقى هو يعني يقتصر فقط على التسخين لمده اقل من دقيقه فقط، ولو انا هاجي اسخن فيها زي مكرونه او لين قطع الاكل الكبيره لازم ان انا بقطعها حتت صغيره، ما تكونش يعني خرطه كبيره او المساحه بتاعتها كبيره عشان اضمن ان درجه الحراره تخش بصوره جيده في الماده الغذائيه و يعني تسخن بطريقه جيده وتتعرض لدرجه حراره عاليه ممكن ان هي تكون تقتل بعض البكتيريا اللي قد تكون تكونت اثناء مثلا وجودها في الثلاجه او وجودها يعني ان هي تكون مثلا موجوده فتره طويله او انا محتفظه بيها او كده قبل عمليه التسخين. السبانخ، الملوخيه، الحاجات اللي ليها قوام ممكن يجيب بكتيريا لو احنا ما حفظناهاش جيدا. اولا امتى نحفظها وامتى نرميها ونقول ان هي خلاص بقت مضره
لان في ناس بتحطها في الثلاجه وتطلع وتسخنها وترجع وفي الاخر يجي لهم بقى مشاكل كتير طبعا في الجهاز الهضمي، ممكن توصل كمان لاكتر من كده كمان. طيب دلوقتي احنا بنقول كل الحاجات دي من الاطعمه سريعه الفساد، فاحنا بنقول برضو ما تقعدش اكتر من نفس القصه اللي قلت اول ما دخلتي مع حضراتكم، مش اكتر من ساعتين بره او ساعه كمان في درجات الحراره العاليه. قلنا ما بندخلها بطلع شويه صغيرين ان انا باجي بسخنهم، بخليها في الثلاجه لمده يوم او يومين بالكثير، ما تقعدش مده طويله. لو انا مش هاكلها دلوقتي هخليها ليها فتره طويله، يبقى الافضل ان انا احطها في كيس مباشره واحطها في الفريزر واطلعها على التسخين المباشر وان انا اكلها. ده كل الخضروات الحقيقه المطهيه على رأسها السبانخ، الشوربه، كل الحاجات دي. طبعا لو انا جيت سبتها وبعدين من كذا يوم او يومين او ثلاثه وجيت، طبعا بيكون من الريحه، بيكون بالتغيرات اللي هي الموجوده، الحاجات اللي طالعه على بتكون في زي حاجات طبقه بيضاء بتتكون او حاجات مبادئ من الفساد الظاهري للاكل نفسه بيكون باين عليها، فطبعا دي اكيد بتتسيب. بس انا ما وصلش للمرحله دي، يعني انا بقول يوم او اثنين بالكتير، حتى لو ما ظهرش اتخلص منها، علشان طبعا ممكن يكون هي فاسده بس لسه العوامل الخارجيه ما ظهرتش فيها. طيب دكتور، الطرق السليمه كمان لاذابه او تسيح الاكلات اللي تبقى خارجه من الفريزر، في ناس بتخرج ايا كان بقى الفراخ، اللحمه، حتى لو اكل معد مسبقا او مطبوخ قبل كده، في ناس بتحطه في برامج في مايكرويف، في ناس بتحطه في حمام ميه دافيه، يعني ايه الطريقه الاسلم لده؟ صحيح. تمام، احنا لو الحاجات بنطلعها من الفريزر، لو هينفع انها مثلا معاملات زي السلق مثلا، او مثلا تكون في حاجات زي البرجر بتتحط على الجريل على طول او حاجات زي كده، فده يفضل ان انا اطلعها على طول من الفريزر مباشره ان انا اعرضها للحراره. طيب لو انا بقى يعني الحراره المباشره، النار المباشره على طول عمليه الطهيان. طيب لو احنا بقى العمليه الناس اللي حاطه الاكل في الفريزر وعايزه ان انا اسيحها شويه، متبله حاجه بتاع، فانا بحطها على الرف الثلاجه ساعات محدده مش كتيره، وبعد كده ببتدي اتعامل مع على طول، يعني ما تتسابش في درجة الحرارة الغرفة العادية كده حرة طليقة، ممكن تكون عرضة للتلوث والحاجات دي كلها، وبعدين أطهيها، دي أهم حاجة. تاني حاجة كمان المايكروويف ما بفضلش فيه زي ما قلت عملية التسخين، عشان كده بقول للناس في الأول واللي بيجي يشتري مايكروويف، لا حضرتك أنا عايزة في البرنامج بتاع التسخين، وممكن كمان لو تعقيم، لو أنا هعمل تعقيم للبرطمانات أو كده أثناء عملية مثلا الناس اللي هتبتدي تعمل مربات، سواء الناس اللي بتعمل مخللات، سواء الناس اللي بتبتدي ان هي تسيح زبده، فبالتالي بتكون يعني لازم تعقيم البرطمانات دي، فهتختار المايكروويف على البرنامجين دول. ليه بقول البرنامجين دول؟ لان دي الاستخدامات الصحيه، دي المايكروويف في التعامل مع الاغذيه، كمان ده هيتيح لي الفرصه ان انا اقدر اشتري ماركه او نوع غالي جيد له خواص جيده، ما اضطرش ان انا اجيب حاجه برامجها كتير، واضطر ان انا اجيب حاجه مثلا سعرها مش غالي قوي فتكون مش جيده بالنسبه لي. عشان كده بقول التسيح بتاع الاكل للمايكروويف لا مش من الحاجات المفضله. صحيح. على اي حال نصايح كتير قدمتها لنا الدكتوره مره شعير، استاذ مساعد الاغذيه في معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، من اهمها برامج المايكروويف، من اهمها التسخين يبقى ازاي، من اهمها نقدر ازاي نحافظ على الاكل اطول فتره ممكنه علشان نحافظ على صحتنا وصحه افراد اسرتنا. طبعا كل الشكر لحضرتك دكتوره مروه شعير. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.